ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير كده وزي الفل. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض اسئله ريسون 5 اومز لو فور كلوز السيركت، وهنكمل على جزئيه التيرمينال فولتج. تمام، خلونا نبتدي كده ايه مع بعض. بيقول لي هنا في الالكتريك سيركت شون في الفيجر في 3 ايدنتيكال ريزيستورز، اللي هم مين؟ اللي هو طبعا البي والكيو والار، دول مالهم؟ كلهم ايدنتيكال. فبيقول لي لما السويتش كي از كلوزد، يعني انا هقوم جاي كده واقفل السويتش ده، يبقى كده البي ده اتوصل معايا ولا لا؟ اتوصل ايه هنا؟ بارلل مع الكيو، صح كده ولا لا؟ كلام جميل. فعايز يعرف الكرنت بتاع الار والكيو حصل لهم ايه. طبعا واضح من الاختيارات، قلنا الاسئله دي اللي انا بصنفها ايه؟ اسئله الوات والهابن، صح كده؟ اول ستيب نمشي عليها اللي هي الار ايكويفالنت، ودي اللي هي بتبقى اصعب ستيب، فدي تاخد وقتك فيها في التفكير قوي. طيب تاني ستيب عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الاي توتال، بشوف الكرنت التوتال بتاعي حصل له ايه. طيب انا لما وصلت البي للكيو، التوصيل ده يا شباب ايه؟ بارلل، صح؟ والتوصيل البارلل هيعمل في الريزيستنس طبعا هيقللها، يبقى الاي توتال بالتالي هيزيد، هي انكريز. طيب هنا بقى السؤال، الاي توتال ده اللي زاد ده كده كرنت مين في الاثنين؟ كرنت الار ولا الكيو؟ انا الاي توتال اهو طالع من البوزيتيف اهو، همشي اجي هنا عديت على مين؟ على الار، يبقى ده كده الاي توتال. يبقى انا كده الاي توتال هو كرنت الار اللي هو بيسال عليه. الاي توتال زاد، يبقى كده الاي بتاع الار اللي هو كرنت الار يعني انكريز. نيجي بقى الكرنت الكيو، الكيو ده هسالك سؤال بس ايه الاول كده. بص، هو انا البي دي طالما مش لو ما كانتش موجوده، دي كده ما كانتش موجوده، صح كده ولا لا؟ كان مين اللي كان بيعدي على الكيو برضو؟ كان هو الاي توتال، صح كده ولا لا؟ يعني انا اقدر اقول ان انا في حاله الاوبند، لما كان السويتش بتاعي اوبند كان الاي كيو هو مين؟ هو الاي توتال، صح كده ولا لا؟ ده كلام مظبوط. طيب جيت انا بعد كده بقى قمت مشغلها كل ده كده، يبقى كده البي بتاعتي مالها؟ ظهرت كده بقى الكرنت بتاعي بيلاقي نود هنا لما يجي يمشي، فبيتقسم جزء يعدي على الاي كيو وجزء يعدي على البي، صح كده ولا لا؟ يبقى الاي كيو ده ما بقاش ايه؟ ما بقاش الاي توتال، ده كده ما بقاش اي توتال، صح كده ولا لا؟ ده مجرد كرنت عادي. يبقى انا كده في حاله الكلوزد. لا يا مستر، ده كده الاي كيو بقى ايه؟ بقى عباره عن بارت، اي بارت، جزء من الاي توتال، صح كده ولا انا غلطان؟ يبقى كده نصيب الكيو من الكرنت زاد ولا لا؟ ولا قل؟ طبعا الكيو كانت واخده التوتال كرنت وبعد كده بقت واخده جزء من الكرنت، يبقى بالتالي نتيجه التو ستيبس دول او تو كونكلوجنز دول، يبقى اكيد الاي بتاع الكيو ماله يا شباب؟ الاي بتاع الكيو قل. ليه؟ لان هي كانت الاول واخده الكرنت كله، الكرنت كله كان بيجي هنا كان بينزل على تحت على طول، بعد كده لما البي ده توصل معاها بارلل بقى الكرنت بيتقسم جزء فوق وجزء ايه يروح للكيو. يبقى كده نصيب الكيو من الكرنت، برغم ان التوتال كرنت زاد ماليش دعوه، بس برغم ذلك نصيب الكيو من الكرنت قل، لان هي كانت واخده الكرنت كله دلوقتي بقت واخده ايه؟ بقت واخده جزء بس من الكرنت. يبقى كده الاي ار زاد، الاي كيو قل، اللي هي انهي واحده؟ كرنت الار زاد، كرنت الكيو قل، تبقى تشويس نمبر سي. نخش على اللي بعده. بيقول لي هنا في الاوبزيت دايجرام ريبريزنتس كلوزد الكتريك سيركت، فما الفاريبل ريزيستنس اللي هو اسمه اس دبل، الاس ده هيتضرب في 2. حلو، انت عايز ايه بقى؟ عايز يعرف الفولتميترز ريدنج. طيب الاسئله دي زي ما قلت لك 1 2 3، اول خطوه الار ايكويفالنت، شوف ايه اللي حصل لريزيستنس السيركت كلها، ودي زي ما اتفقنا تبقى اصعب خطوه، اكتر خطوه فيها شغل يعني. اي توتال على طول ما فيهوش تفكير، بيبقى عكسها. وتالت خطوه بنكتب القانون، هنا هو عايز قانون مين؟ قانون الفي ده. خلاص يبقى انا اقوم كاتب الفي بيساوي، وادور له على قانون. الفاريبل ريزيستنس الدبل، هل ينفع اقول ان الار ايكويفالنت دبلد؟ لا. ليه؟ لان الار ايكويفالنت هنا عندك في السيركت عباره عن الارتين دول سيريس، اوعى تفتكر في نص دي نود. ليه؟ لان ده جهاز، ده فولت ميتر، انا لما باجي اشوف الكونكشن سواء سيريس او بارلل ماليش دعوه بالديفايسز اللي موجوده. يبقى انا كده الار ايكويفالنت بتاعتي سنس ان هي عباره عن ار بلس اس، الاس بس اتضربت في 2، فما ينفعش اقول ان الار ايكويفالنت اتضربت في 2. يبقى انا لو قلت الار ايكويفالنت اتضربت في 2 ده كده كلام غلط، ده كده غلط. يبقى الار ايكويفالنت الاس زادت للدبل، الار ايكويفالنت هتزيد، وات ايفر بقى الزياده دي كان مقدارها قد ايه، بس الفكره ان هي زادت. زادت قد ايه؟ ما اعرفش. طيب الاي توتال، الاي توتال اكيد قل، ديكريز على طول العكس. نيجي بقى للفولت ميتر، خش على الرسمه بتاعتنا.
ادي هنا يا مستر نود او بدايه الفولتميتر مثلا سي اكس، نهايه الفولتميتر تحت سي مثلا واي. طيب تعالى بقى نشوف مين اللي ما بين اكس وواي، تبقى هي دي قرايه الايه، هي دي قرايه الفولتميتر. انا عندي الاس اللي ناحيه اليمين دي، بص كده ما بين اولها اكس فوق واخرها تحت واي، يعني انا اقدر اقول ان قرايه الفولتميتر عباره عن ايه، عباره عن الاي في الاس، صح؟ او الطريقه الثانيه ما تاخدها من ناحيه الشمال، ما انت اليمين قد الشمال بالظبط، ما هو اليمين والشمال الاثنين بارلل، الاثنين اولهم هنا اس واخرهم تحت واي، يبقى الاثنين على طول ايه بارلل مع بعض، وهو الاثنين بيساوي قرايه الفولتميتر، يعني البرانش اللي اليمين والبرانش اللي في النص اللي هو الفولتميتر والبرانش الشمال كلهم بارلل، يبقى كلهم نفس الفي، يبقى هم كلهم قرايه الفولتميتر. يبقى الفولتميتر قرا من ناحيه اليمين ايه الاي في الاس. طب من ناحيه الشمال هلاقي بطاريه والار سمول مش بزيرو خلاص ملاش لازمه، ولا ريزيستنس زي ما اتفقنا في الحصه وقلنا على طول في بي ناقص اي اي فار، يبقى ناقص الاي، فمين الار اللي موجوده؟ الار دي، الار الاكسترنال دي. وهدي يقول لي يا مستر طب احنا خدنا القانون في بي ناقص اي فار سمول، حبيبي مفيش ار سمول، في تنوب عنها مين؟ الار كابيتال اللي موجوده دي. طيب لو كان عندي هنا ار سمول كنت اكتبها ازاي؟ عادي جدا كنت اكتب بص كده ادي في بي ناقص الاي في ار سمول، وفي ار ثانيه يبقى عامل ناقص الاي في الار الثانيه، وممكن تقوم واخد الايه النيجاتيف اي كومن فاكتور، اخد نيجاتيف الاي هو كومن، هيتبقى لي ار سمول زائد الار الكابيتال. ده الكلام ده في حاله ايه؟ لو الار سمول لا تساوي زيرو، لكن هنا هي طبعا بتساوي زيرو يبقى الكلام ده ملوش وجود، و النيجاتيف اي في ار سمول دول ايه مالهمش لازمه، صح كده ولا لا؟ يبقى كده التو ستيبس دول كده اقدر اشيلهم خلاص مالهمش لازمه، انا ما عنديش في الايه في الكويستشن ده ار سمول، بس عندي ايه ار اكسترنال هسيبها ايه زي ما هي، ماشي؟ يبقى هو ده القانون اللي انا هشتغل عليه او اشتغل هنا. حلو، نيجي هنا بقى الطريقه اللي احنا اتعلمناها مع بعض. الفي بي يا مستر رقم كونستنت، الار اكسترنال دي ده رقم كونستنت، الاي حصل له ايه؟ الاي حصل له ديكريز، اهو انت بتطبق التشينج اللي حصل في الكرنت على الاي هنا، الكرنت قل هو بعد النيجاتيف، ده عباره عن دروب، ده فاليو بيتسرق من فولت البطاريه. طب الحاجه اللي انا بسرقها قلت، يبقى كده الفي الخارجي ايه اللي حصل له؟ اكيد زاد، يبقى كده قرايه الفولتميتر زادت. طب هل زادت للدبل؟ لا لا طبعا ما اقدرش اقول ان هي زادت للدبل، هي زادت زياده عشوائيه الله اعلم بكام، بس هي طبعا ما زادتش الايه للدبل، تمام؟ اوكي يبقى هي مستر انكريزد بس ايه doesn't reach للدبل its initial ايه value. خش على اللي بعده. يبقى فكره بس السؤال ده قبل ما نقلب، ان انت ازاي تقدر تجيب قرايه الفولتميتر مره في حاجه فاريبل ومره الحاجه الثانيه اللي فيها الحاجات الايه الكونستنت. ليه ما اشتغلت شويه يا مستر على القانون ده؟ ده سؤال كده ايه طلبه بيسالوه لي. تعالى كده نمسك القانون ده كده على جنب واقول لك ليه ما اشتغلتش بيه. الفي بيساوي الاي في الاس. انت قلت لي الاس اتضربت في 2، ليه ما اقدرش اقول ان الفي اتضربت في 2؟ اولا لان الاي اتغير، الاي قل، الاي نفسه قل. طب الراجل ده لما يقل هل انت عارف الديكريز اللي حصل له ده مقداره قد ايه؟ ما نعرفش، يبقى انا كده ما اقدرش اقول الفي ده حصل له ايه. يعني تاني هفهمك دلوقتي، الاس ده زادت وات ايفر هي زادت للدبل او اي فاليو، ده زاد وده قل، الاثنين بتوعي فاريبل وفاريبل عكس بعض، ما حدش بقى يقول لي ان هما يكنسلوا بعض ويبقى الفي ثابت، لا الكلام ده احنا اتفقنا عليه من الاول، لان الار عباره عن الارتين دول مع بعض، يبقى انا ما ينفعش اقول ان الاي انفرس مع الاس بس فالاثنين يكنسلوا بعض، لا لان الاي انفرس مع مين؟ مع الار والاس، مع الاثنين دول مع بعض، يبقى كده ما ينفعش اقول ان ده هيكنسل ده يبقى الفي ثابت، الكلام ده غلط. امتى اقول الكلام ده؟ لو ما فيش في السيركت كلها غير اس، يعني لو الار دي مش موجوده خلاص يبقى الاي والاس دول انفرس، ده هيكنسل ده يبقى الفي كونستنت، انا معاك في الحته دي، لكن هنا لا ده في قرايه زياده، يبقى انا ما ينفعش اقول ان الاي والاس دول انفرس فالاثنين دول هيكنسلوا بعض، الكلام ده غلط. يبقى الاس زادت الاي قل، انا كده مش عارف احكم نتيجه مين. يبقى انا هروح اعمل ايه؟ هروح للقانون اللي دايما فيه حاجه واحده بس بتتغير اللي هي الاي، والفي بي ثابته والار ثابته. يبقى انا الاي قل خلاص الراجل ده زاد عادي جدا، بعد النيجاتيف قل يبقى الراجل ده زاد، لو بعد النيجاتيف زاد يبقى الراجل ده قل، تمام؟ يبقى هنا تبقى واضحه ليه وسهله، لان هنا في فاريبل واحد اقدر احكم عن طريقه او احكم من خلاله، لكن هنا في اتنين فاريبل والاتنين عكس بعض، يبقى انا اكيد مش هعرف اشتغل. في بصراحه مدرسين يقول لك ايه ان ده انت هتسمع كلام الريزيستنس دايما، يعني الاس زادت يبقى الفي زادت معاها، وده اللي حصل فعلا، بس انا ما بحبش الطريقه دي، ما بحبش جو التحفيظ اللي خدناه، ان انا يا شباب عشان ادرس ريليشن ما بين حاجتين لازم باقي الفاكتورز تبقى كونستنت، لكن طريقه ان انا اشوف مين هيزيد اكتر من التاني او مين هيقل اكتر من التاني ده طريقه ايه
فاشله بصراحه، انا ما بحبش اشتغل بيها شخصيا. خلاص، يبقى انا بحب ان انا لما اتعامل مع ريليشن يبقى كل الفاكتورز اللي موجودين كونستانت ما عدا اتنين فاكتور اللي هو الاي والفي، لكن في التحت ده الاي والاس والفي كلهم فاريبل، يبقى انا مش هقدر اشتغل. انا ما بحبش الطريقه دي. ماشي، خش على اللي بعده. سؤال طبعا لما بتلاقي السؤال ده طبعا ستوري بروبلم، حاجه ايه، حاجه بشعه كده، حاجه كبيره قوي. تعال نشوف ايه السؤال ده بيقول ايه. بيقول لحضرتك ان انت عندك كارنت انتنسيتي بتاعته 8 مللي امبير، ادي كده الاي ماشي، معدي في ثن ثن، ها يعني ريزيستنس كبيره ميتاليك واير، ده مجرد ملاحظه يعني. لما انذر واير اوف ذا سيم، لا المفروض بقى ما تكملش، بعد اند ما تكملش انت تروح ترسم الواير اللي هو بيقول عليه. طبعا انا اي واير هرسمه ايه، هرسمه على هيئه ريزيستنس. معرفش الار بتاعته بكام، بس هو كاري كارنت بكام؟ ب 8 مللي امبير. يا ريت تعمل نفسك كده دايما. بعد كده بقى في كيس ثانيه، انذر واير سيم ماتيريال، حلو، سيم لينس، حلو، متوصله معاها بارلل للفيرست واير. يعني مثلا لا تعالى بقى، طالما في فيرست وسكند نسمي ده مثلا ار 1، ادي هو ار 1 وهيوصل معاه واحد ان بارلل ليه اسمه مثلا ار 2. حلو، بيقول لي الكرنت انكريزد ل 10 مللي امبير، الكرنت زاد ل 10 مللي. فهنا بقى السؤال اللي المفروض نساله، طب ال 10 مللي دي يبقى الكرنت اللي جاي من بره ولا الكرنت اللي هتسحبه الار 1، صح ولا لا؟ ما هو ده السؤال الوجيه. طيب هو بقى لو انت قريت هيفهمك، بيقول لك عشان يكيب البوتنشال ديفرنس اللي على الواير ان تشينجد، عشان يكيب الفي اللي على الواير ان، طب ما هو الفي اللي على الواير عباره عن الاي وفي الار بتاعت الواير، الار اللي هي الار 1، ومين الاي ده اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 8 مللي امبير. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي عايز تزود الكرنت للرقم ده 10 مللي، عشان يفضل الفي اللي على السلك ده عباره عن ايه؟ عباره عن ال 8 مللي امبير في الار 1. ده معناه ان انت عايز الار 1 تفضل ساحبه نفس الكرنت، نفس ال 8 مللي امبير. يبقى مين ال 10 مللي امبير؟ اكيد الكرنت اللي جاي من بره، يبقى انت هتزود الكرنت اللي جاي من بره يبقى 10 عشان نفس ال 8 يدخلوا للار 1، فيفضل الفولتج اللي عليها ماله ثابت. طب يبقى كده الار 2 سحب كرنت كام تحت؟ اكيد طبعا باقي ال 10 كام؟ يبقى 2 مللي امبير. كلام جميل قوي. سؤال يا جماعه، الصعوبه اللي فيه ان انت تعرف تترجمه بجد. السؤال مشكلته ان انت تمسكه جزء جزء كده تفنطه، تقسمه حته حته. يبقى انا كان الفولت ما عندي في الاول، تاني كده بالراحه، الفي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن ال 8 مللي امبير تايمز مين؟ تايمز الار 1، ده كده كان الفي بتاعي. هو قال لك لما يوصل الار الجديده اللي هي ار 2 دي، مالها؟ انا ما نعرفش كام، بس هو عايز يكيب البوتنشال ديفرنس، الكلمه دي كيب البوتنشال ديفرنس على الواير ان تشينج. على فكره خدنا كلمه زي دي في الحصه اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني نفس الكرنت نفس الريزيستنس، فالكرنت بقى ب 10 مللي، يبقى ال 10 مللي اجيبهم من بره عشان يدخل هنا 8 والباقي يدخل تحت. كلام جميل قوي. انت بقى عايز ايه؟ بيقول لك عايز الريشيو بتاعت الراديوي، عايز الار 1 على الار 2. طلب غريب جدا، بس انا عارف هشتغل ازاي. تعال نعرف هنشتغل ازاي. اولا خلاص الحته دي كده ملهاش لازمه بالنسبه لنا، نقدر نشيلها. خلاص انا كده عرفت اللي انا عايز اشتغل بيه هنا. انت دلوقتي ايه القانون الوحيد اللي انت خدت فيه ريشيو راديوي في المنهج كله؟ مش اكيد ريشيو ريزيستنس؟ طيب ار 1 على ار 2 بتساوي انهي ريزيستنس عن انهي ريزيستنس؟ اكيد طبعا العكس، ار 2 على ار 1. بس هنا في برضو امنون انت ايه ناسيه، اللي هو ايه؟ ان الارات دي الراديوس دايما بيكون سكويرد، صح ولا لا؟ لو انت فاكر كده تاني حصه خدناها مع بعض في المنهج، اه ده كان الار 1 على الار 2، رو 1 على رو 2 تايم ال 1 على ال 2 تايم ار 2 على ار 1 اول سكوير. فهو ده الانون. قمت انا ماشي العكس، يبقى الراديوس على الراديوس هيساوي الار على الار، بس ايه؟ انفرس. واوعى تنسى ان دايما الراديوس بيكون سكوير. طب انا هسال السؤال، عشان اخلص من السكوير ده لازم اعمل ايه؟ طبعا لازم اعمل روت، يبقى روت يمين وروت ايه؟ روت شمال. هعمل روت هنا واعمل روت هنا. يبقى انا كده عرفت القانون اللي انا محتاجه. يبقى كده مستر الار 1 على الار 2 هيساوي، ها؟ يبقى روت كبير الار 2 على الار 1، هو ده القانون اللي انا عايز اوصل له. طيب تقدر تقول لي في البارلل، بما ان هنا ده توصيل بارلل، ايه علاقه الريزيستنس بالكرنت؟ ما هو انا الحاجه الوحيده الجيفن اللي عندي الكرنت. الكرنت هنا ب 8 والكرنت هنا ب 2. ايه علاقه الار بالاي؟ افتكر دايما ان الاي بيساوي الفي على الار، والفي في الفرق في البارلل كونستنت، يبقى الاي والار مالهم انفرس. يعني ايه انفرس يا مستر؟ عشان مش فاكر، يعني الاي 1 على الاي 2 هيساوي ايه؟ هيساوي طبعا ار 2 على ار 1.
ده اللي انت محتاجه، هو ده اللي انا محتاجه من الاول. يبقى انا ممكن مكان الار 2 والار 1 اعوض بمين؟ بالاي 1 على الاي 2. يبقى كده مستر هتساوي اهو، هكتب هنا طبعا الاي 1 على الاي ايه الاي 2. تعرف تعوض؟ اه خلاص بقى الموضوع ايه، الموضوع انتهى. يبقى انا هعمل روت مين الاي 1؟ طبعا الاي 1 اللي دخل للار 1 اللي هي كام؟ اللي هي 8 مللي، ب 8. طبعا مش محتاج ان انا اكتب الملي، ليه؟ ان ملي ملي هيكنسلوا بعض، يبقى 8 على الاثنين. طبعا ده هيديني 4، تحت الروت هيطلع كام يا شباب؟ هيطلع 2. يبقى كده الريشيو اللي في الاخر هتساوي كام؟ هتساوي 2. يبقى السؤال ده الصعوبه اللي فيه ان انا اترجمه حته حته وامشي مع المساله وافهم معنى كلمه ان انا اكيب البوتنشال ديفرنس كونستانت، يعني نفس الار تبدا واخده نفس الكرنت، فالباقي يدخل تحت، واروح اعمل ريشيو ما بين الراديوس والريزيستنس والريزيستنس والكرنت عشان اروح من الكرنت للراديوس. اوكي نيجي للسؤال ده، بيقول لحضرتك لو عرفت. طبعا ده يا جماعه يصنف سؤال هاي ليفل، يصنف سؤال هاي ليفل. على فكره ده اكتر ليسون هتلاقوا فيه اسئله هاي ليفل، بكلمكم بامانه. بيقول لحضرتك لو علمت ان الكرنت او الالكتريك بوتنشال عند الايرث الكترود بزيرو، يعني النقطه دي يا مستر عندها كام؟ عندها زيرو فولت. هو ده معنى اللي هو بيقوله، وانا عايزك تحفظ معنى العلامه دي على طول. العلامه دي خلاص دي دايما عندها زيرو فولت. استفاد ايه؟ هو طبعا عايز يعرف الاي ده بكام، وعايز يعرف مين البوتنشال عند الاكس بكام. انا عايزك تحفظها صم، تحفظها. هو مديني الكتريك بوتنشال عند بوينت، هروح اعمل ايه؟ مديني الكتريك بوتنشال عند بوينت، لازم يسالك على البوتنشال عند بوينت تاني، فانت تروح تجيب حاجه اسمها البوتنشال ديفرنس. تعالى ما نشوف ازاي الكلام ده واحده واحده كده. طيب انا كده كده اول حاجه اقدر اجيبها على طول من الشكل قدامي هي الايه الار ايكويفالنت بمنتهى البساطه. ار ايكويفالنت يا مستر هتساوي عندي هنا ال 30 وال 15 دول بارلل مع بعض، اخدهم برودكت على ايه؟ على السمشن. يبقى 30 تايم 15 على 30 بلس 15 بلس، طبعا برضو الاثنين دول بارلل مع بعض نفس الكلام، بدل ما اعمل بلس تاني هقوم عامل ايه بمنتهى البساطه؟ هقوم ضارب في 2 تايم 2، فده طبعا هيدي لك 20 اوم. حلو، دول 10، 10 في 2 ب 20، فبالتالي اقدر اجيب الاي على طول اللي هو طالبه ده، اللي هو كده كده هو الاي توتال، اهو لو ركزت هو اللي طالع من الباتر على طول هو الاي توتال. يبقى انا اقدر اجيب الاي توتال على طول في بي بكام؟ ب 20 على الار ايكويفالنت اللي هي ب 20 بلس الار سمول اللي هي 0، يطلع الكرنت ب 1 امبير. كلام جميل. حلو، يبقى انا كده اول اجابتين مستبعدين اللي هو نص ونص دول، اللي انا عايز 1 و1. نخش بقى على البوتنشال عند نقطه اكس يا مستر. يعني ايه الكتريك بوتنشال عند نقطه؟ او ازاي اجيبها؟ انت حضرتك الفي، هسالك سؤال بس، الفي بيساوي اي 4، فاكر الفي ده احنا علمناهولك اسمه ايه؟ ده اسمه بوتنشال ديفرنس. يعني ايه ديفرنس؟ يعني ماينس، بتعمل ماينس ما بين حاجتين. حلو، طيب انا هسالك سؤال بس ايه واضح وصريح. انت دلوقتي عندك ريزيستنس هي اسمها ار، النقطه دي 0 فولت، والنقطه دي انا ما اعرفش الفي عندها كام، سي مثلا في اكس انون اهو، فالفولت ميتر ده قيس كام؟ عندي هنا فولت ميتر اهو، قال لك الراجل ده فور اكزامبل قايس 10 فولت. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الراجل ده جاب البوتنشال عند النقطه دي والبوتنشال عند النقطه دي وعمل لهم ايه؟ ماينس، وطلع الماينس ما بينهم ب 10. حلو، تقدر تقول لي بقى الفي اكس هيساوي كام؟ ايوه هي الاجابه اللي جت في بالك، اكيد ايه اللي ناقص 0 ويطلع لك 10، اكيد 10، صح كده ولا لا؟ يبقى انت بمعلوميه البوتنشال عند نقطه عرفت تجيب البوتنشال عند النقطه الثانيه بان انت جبت ما بينهم ايه؟ الديفرنس. يبقى انا دلوقتي البوتنشال اللي انا عارفه هنا في المساله هو النود دي، عند النود دي يا مستر الفي بزيرو. هو بقى عايز عند النود دي اللي هي نود اكس، اللي هي طبعا كل النقطه دي ما يغركش ان هو مفرق السلكين على بعض، ما هي كلها نقطه واحده لان ده سلك فاضي. هو عايز الفي اللي عند نقطه اكس. انت بقى بتعملها ازاي؟ بجيب الديفرنس اللي ما بين النقطتين اللي هي السكه دي، او طبعا السكه دي، او اللي هو الجزء ده بشكل عام. ده اللي انا هعمل ايه؟ هجيب فيه الاي في ار اللي هو الايه؟ اللي هو البوتنشال ديفرنس الجميل بتاعنا. بمعلوميه ده على طول هتقدر تعرف الراجل ده بكام. ما هي ليه؟ ما هو انت دلوقتي عند الفي اكس انت معاك بوتنشال معين، مشيت هنا خسرت اي في ار بقى معاك زيرو، يبقى انت اكيد اللي ايه؟ الفي اكس ده هو اللي انت خسرته في السكه، صح ولا انا غلطان؟ يا عم خد اكزامبل تاني، خد اكزامبل تاني، بص كده معايا دلوقتي، اعتبر ده مش زيرو، ده ما نعرفش بكام. تعالى اما اقول لك كده ايه اكزامبل يا عم، انا البوتنشال هنا عند النقطه دي ب 5 فولت. حلو، الراجل ده قرا 10، تقدر تقول لي الراجل ده هيبقى عباره عن ايه؟ هتقوم عامل ايه؟ هتقول لي مثلا انا عديت على الار خسرت 10 اتبقى معايا 5، يبقى انا اكيد كان معايا كام؟ التوتال،
صح، هتعمل الاثنين دول بلس، يبقى ده اكيد يا مستر كان 15 فولت. طب ايه دليلك؟ شيل من ال 15 اهو، ال 10 اللي انت خسرتها لما عديت على الار دي، اتبقى لك هنا ايه؟ الباقي اللي هو الخمسه، صح ولا لا؟ يبقى انا بمنتهى البساطه، انت عايز البوتنشال عند نقطه اكس، هتعمل ايه؟ هتجيب اللي انت خسرته في السكه، ما بقاش معاك حاجه، يبقى كده اللي انت خسرته في السكه هو اللي كان معاك من الاول. زي ما بقول لك انا قاعد في البيت اهو معايا 10 جنيه، لا بقول لك ايه، انا ما اعرفش انا معايا فلوس قد ايه، نزلت السوبر ماركت تحت صرفت 20 جنيه، ما بقاش معايا فلوس، يبقى انا كان معايا كام؟ هي ال 20 جنيه. ازاي بقى اجيب ال 20 جنيه من اللي في السكه دي؟ اللي في السكه دي هي عباره عن ايه؟ الاي فار. تيجي كده نمشيها واحده واحده ونحلها، يلا بينا. شيل بس الكلام ده، اتمنى بس احنا نكون ايه، فهمنا اللي احنا عايزين نوصل له. تاني يا مستر، اخر مره، البوتنشال عند النقطه الحلوه دي 0 فولت، البوتنشال اللي عند النقطه دي اسمها في اكس، ما اعرفوش. طب ازاي هتعرف الراجل ده؟ لما اعرف اللي انا خسرته في السكه في الحته دي، اللي هي عباره عن ايه؟ اكيد عباره عن الاي في الار دي. طب الار دي بكام؟ احنا لسه حاسبينها تحت ب 10 اوم. خد بالك انت بتجيب الايكويفالنت بتاع كل الحاجه ما بين النود دي لحد النود دي، يعني انت من اول هنا لحد تحت ايه الار اللي موجوده؟ مش 30 مش 15، هجيب الايكويفالنت اللي ما بين النقطتين، طلعت بكام؟ ب 10. طيب الاي اللي معانا بكام؟ الاي اللي معانا جبناه في المساله بواحد، صح كده ولا لا؟ تعالى برضو نشيل الكلام ده خلاص، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الاكزامبل ده. يبقى حضرتك بص كده انا هعمل ايه، تعالى مثلا نسمي النوت دي واي، تعالى نسميها كده ايه، واي. تقدر تقول لي يا مستر الفي ما بين الاكس والواي بيساوي ايه؟ مش الفي ما بين الاكس والواي اللي هو البوتنشال ديفرنس من هنا لهنا، يعني بالبلدي كده خسرت قد ايه من نقطه اكس لحد ما وصلت لنقطه واي، ده يساوي ايه؟ طبعا الاي في ار اللي ما بين النقطتين، ما بين نقطه اكس لنقطه واي. طيب الاي بتاعنا بكام؟ ب 1. الار مش هياخد يا مستر ال 30 ولا هياخد ال 15، هياخد كلهم كده على بعض ايكويفالنت ب 10، بيساوي كام؟ بيساوي 10 فولت. يبقى حضرتك اللي انت خسرته اللي فقدته من اول نقطه اللي اسمها اكس لحد النقطه اللي تحت اللي اسمها واي، خسرت كام؟ خسرت 10 فولت. طيب انت ما بقاش معاك حاجه، نفس المثال اللي بقول لك عليه، انا معيش، انا معايا فلوس في جيبي، هنزل اجيب حاجه من السوبر ماركت تحت، جبت يا عم حاجه ب 10 جنيه، ما بقاش معايا فلوس، ما بقاش معايا، هو بقى معايا زيرو، يبقى انا اوريدي عند اكس كان معايا كام؟ اكيد اللي كان معايا 10 جنيه اللي انا ايه؟ صرفتهم اصلا، انت فاهم؟ يبقى كده الفي اللي عند الاكس يا مستر بيساوي كام؟ بيساوي 10 فولت، اللي كان معايا هو اللي انا صرفته في السكه، فما بقاش معايا حاجه. طب مستر يا، احنا كده عرفنا طبعا الاجابه هتبقى دي اللي هي دي. طب معلش غير كده القانون عشان حاسس ان انا مش فاهم. بص تعالى نعتبر ان دي مش ايرث، فدي طبعا مش زيرو، حلو، نقطه عاديه جدا اسمها واي، وات ايفر بقى الواي دي اسمها ايه. ومثلا مثلا اديك مثال تاني اهو، اعتبر ان البوتنشال هنا عند النقطه دي بيساوي 7 فولت، حلو الكلام، حلو الكلام، وانا خسرت اهو قدامك، مش احنا لما حسبنا هنا الاي فار ده الجزء ده طلع ب 10 فولت، يبقى انت كان معاك كام عند الاكس؟ فكر كده، انت معاك فلوس عند الاكس ما تعرفهاش، خسرت هنا 10 جنيه بقى معاك 7 جنيه، يبقى انت اكيد كان معاك كام، هتعمل لهم ايه؟ بلس. يبقى كده هيبقى الفي اكس على الوضع ده بكام؟ ال 10 اللي انا فقدتها زائد السبعه اللي ايه اللي فاضله معايا. فهمت اللقطه؟ طيب اخر مره كده هقولها، اخر مره هقولها اهو، اخر مره الفي اكس معرفوش، حلو، بس انا يا مستر في الحته اللي قدامي دي عند الاثنين دول 10 اوم، فانا فسقدت 10 فولت، بقى معايا الزيرو. لو مشينا بنفس المبدا هتبقى عامل ايه؟ مش هتجمع الايه اللي انت فقدته في السكه على اللي بقى معاك، 10 زائد زيرو هيطلع كام الفي اكس؟ هيطلع ب 10 فولت. بس كده اتمنى ان انتوا تكونوا كلكم فهمتوا الفكره. خش على اللي بعده. نيجي بقى للسؤال ده، سؤال ايه من اللي فيه كيسز كتيره، فبرضه زي ما قلت لك هو سؤال مش سهل، سؤال فعلا تقيل. تعالى نقراه كده مع بعض واحده واحده، وايه ونشوف السؤال ده بيقول ايه، واحده واحده مع بعض. بيقول لحضرتك اول حاجه، لما السويتش اللي اسمه اس 1 اونلي از كلوز، هيقفل اس 1 بس، ده كده الراجل ده اتقفل، يعني 3 ار دي بقت معايا. طيب هل الاس 2 اتقفل؟ لا. عارف هنعمل ايه؟ يبقى ده اوبن، يبقى ده مقطوع، تعالى نشيله من السيركت ايه، واحده واحده كده مع بعض اهو، كده ما بقاش موجود. يا رب تكون بتعمل كده ايه في البيت عندك، بقى قلم ايه رصاص كده بترسم السيركت مرتين. يبقى كده الفولتميتر ده على ايه؟ على ال 3 ار، صح كده ولا لا؟ وطبعا الار وال 3 ار دول متوصلين ايه؟ سيريس، يعني انا اقدر اجيب الار ايكويفالنت ولا لا؟
واحد يقول لي مثلا انت ما كملتش السؤال، اقول لك يا حبيبي انت لو كملت السؤال من غير ما تعمل اللي انا بعمله ده هتزعل قوي. ليه؟ لان هو بتلاقيه بيديك جيفن زياده، بيديك جيفن زياده، ممكن يخش على كيس تانيه انت من غير الجيفن اللي في الاول اللي انت لازم تستنتجه ده مش هتعرف تحل. تمام؟ يبقى انا اول حاجه هعمل ايه؟ هروح اجيب الار ايكويفلنت على الوضع اللي قدامي ده، يلا نجيبه. طبعا ار و3 ار يطلعوا كام؟ هيطلعوا 4 ار بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. نكمل. طيب دي كده الار ايكويفلنت، اقدر اجيب الاي توتال عادي. هو طبعا لما اجي اجيبها هتبقى اجيبها برضو ايه بالسيمبل من هنا يا مستر، الاي توتال هيتساوي الفي بي معرفهاش على 4 ار. في ار سمول؟ مفيش ار سمول، يبقى هو ده كده شكل الكرنت. فلو جيت حسبت قرايه الفولتميتر، هو طبعا هو هنا بيقول لك ايه ان ريدنج الفولتميتر في الكيس دي بيكمز في 1، فانا اقدر اقول ان الفي 1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاي في الار. الاي بتاعنا بكام؟ هو الاي توتال، خد بالك الاي توتال هو عدي هيعدي على القرايه وبعد كده هيعدي على الثلاثه ار عادي جدا، هو الاي توتال اللي انا اوريدي جايبه. طيب فده كده يا مستر الاي توتال عادي، الاي توتال بكام؟ بفي بي على 4 ار. تايم مين بقى القرايه اللي محطوط عليها الفولتميتر على الثلاثه ار كلهم؟ تايم 3 ار. طبعا الار هتكنسل الار، هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك 3 في بي على 4. ده كده مين؟ ده كده الفي 1. حلو. وبعدين نخش على قرايه الفي 2. بعد كده بيقول لي لو الاس 2 بس اونلي از كلوزد، اس 2 بس اللي مقفول، نفس الستبس هنعمل ايه؟ هنشيل اخينا ده خالص اهو، هقوم شايله مش موجود خالص. ماشي؟ يبقى كده يا مستر الار ايكويفلنت نفس الستبس اللي عملتها فوق عادي مفيش اي جديد. الار و6 هيطلع كام؟ هيطلع 7 ار. الاي توتال في الحاله دي هيطلع كام؟ هيطلع الفي بي على 7 ار، صح ولا لا؟ مفيش اي جديد. وكده قرايه الفولتميتر هتساوي ايه؟ اللي هي بقى تبقى في 2، ما هو اللي قايل برده الريدنج بتاع الفولتميتر في الحاله دي بقى في 2. يبقى كده الفي 2 برده عباره عن الاي اللي هو كام؟ اللي هو في بي على 7 ار. تايم مين؟ اه الفولتميتر محطوط على 6 بس، ها؟ يبقى 6 ار. كنسل الار مع الار هيطلع لك كام؟ هيطلع لك في بي، او سوري هيطلع لك 6 في بي على 7. ده كده مين؟ ده كده الفي 2. طيب وبعدين وبعد كده بيقول لك بقى لو البوث سويتشز اس 1 واس 2 اتقفلوا مع بعض كلوزد توجذر، فبقى القرايه بقت في 3. طبعا لو قفلتهم مع بعض اهو، هو مقفل ايه السويتش ده كمان، هيبقى ايه التلاته والسته دول بارلل مع بعض كده. لما تيجي تحسبهم بارلل هيطلع لك بكام؟ هيطلعوا لك دول ب2 ار، 6 في 3 على 6 ايه زائد 3. وطبعا قرايه، يبقى انا عندي يا مستر كيس ثالثه اهي الار ايكويفلنت بتساوي 3 ار، فالاي توتال نفس الكلام الفي بي على 3 ار، فالفي 3 بقى اللي هو قرايه الفولتميتر هيبقى عباره عن الكرنت اللي احنا جبناه ده اللي هو الفي بي على 3 ار. في مين بقى؟ لا تقول لي 6 ولا تقول لي 3، الايكويفلنت بتاعهم كلهم الفولتميتر محطوط على كل الكلام ده، يبقى انا اقوم ضارب في الايكويفلنت بتاعهم اللي هي ال 2 ار. طبعا الار هتكنسل الار، الكلام ده يساوي 2 في بي على ايه؟ على 3. ده كده مين؟ ده كده الفي 3. طبعا هو هنا بقى عايزك ترتبهم، تشوف مين الكبير ثم مين ثم مين. هتمسك انت الكالكوليتر بتاعتك لو انت ما تعرفش. هنا 2 على 3، هنا 6 على 7، والفي 1 كان كام؟ كان 3 على 4. صح كده؟ حلو. لا طبعا لما تيجي تحسب انت بقى هتلاقي ان 2 على 3 اكبر من 3 على 4 اللي اكبر، او سوري نحسبها كده ايه الاول مع بعض عشان انا ايه لخبط. نحسبها الاول ايه مع بعض كده يا شباب. فلما جينا حسبناها طبعا طلعت الستة على 7 اكبر من 3 على 4 اكبر من 2 على 3. طبعا الستة على 7 دي اللي هي الفي 2 أكبر من 3 على 4 اللي هي في 1 أكبر من 2 على 3 اللي هي في كام؟ في 3. يبقى 2 أكبر من 1 أكبر من 3. 2 أكبر من 1 أكبر من 3. choose number A number B. حلو أوي مستر. كان في طريقة حل تانية بدل كل الحوار اللي أنا عامله ده؟ هي في بس أنا إيه يعني الطريقة التانية دي كانت هتفضل لو كان مقارنة ما بين تو كيسز هتبقى أحسن. هقول لك على الطريقة التانية، حبيتها ما حبيتهاش براحتك. بص أنت دلوقتي قراية الفولتميتر الجميل بتاعنا يا إما في الجزء من جوه ده اللي هو ليه أكتر من سويتش وأكتر من كيس، يا إما من بره ما بين النود دي مثلا اسمها إكس والنود اللي هناك دي مثلا اسمها واي.
لو جينا بصينا على السيركت كده من بره، الجزء ده كده فيه مين؟ عندي قرايه اهي، وعندي البطاريه ملهاش ار سمول لحد الواي. هل انت عارف ان الفي كده اقدر اقول عليه ان هو الفي بي ناقص الاي في الار اللي لوحدها دي؟ لسه واخدين الايه الموقف ده من شويه، الفي بي عباره عن القرايه دي و ومن ما بين الاكس لحد الواي، قرايه وفي بي، يبقى في بي ناقص الاي في القرايه. الفي بي كده كده رقم كونستنت، والار دي ثابته. دايما الفي ده بيتبند على مين؟ بيتبند على فاليو الكرنت، والكرنت ده كده كده اللي هو الاي توتال، واللي هو ايه اللي هو انفرس مع الار توتال، صح ولا لا؟ يبقى انت دايما اكبر ار هتبلد لك اقل كرنت، اقل كرنت هيديني اعلى في. انا ممكن امشيها بالطريقه اللي انا ايه بشرحها لك دي. يعني ايه؟ يعني انت مثلا في 3 كيسز بتوعنا، بص كده، انت اول قرايه ب4، اول كيس ب4، الثانيه ب7، الثالثه ب3. حلو، لو جينا طبقنا نفس الكلام كده، بص معايا، V1 عند كام؟ عند 4R، V2 عند كام؟ عند 7R، V3 عند كام؟ عند 3R. ها تقدر تقول لي هنا اهي لسه متفقين، بص كده معايا، اكبر R اكبر V، اهي بص كده، اكبر R اكبر V، صح ولا انا غلطان؟ يبقى فعلا ال V2 على القرايه اللي انا كاتبها كده، ال V2 اكبر، اكبر من مين؟ اهي تاني اكبر حاجه اللي هي ال V1، اكبر من ال V1 اكبر من ال V3. طبعا يا مستر السؤال اتحل بخطوه واحده، قانون واحد، بدل الستيبس اللي احنا عمالين ايه نكررها كذا مره. لو انت طالب طبعا يا جماعه، حته ان انا اكون طالب لماح دي بتيجي بكتر الحل، اكتساب الخبره، ان انا ازاي القرايه من جوه مش عجباني، في حوارات كتير، طب ممكن نفكر نجيب القرايه من بره، من اول النود دي لحد النود دي، همشي كده، لقيت قرايه، وبعد كده مشيت 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 لقيت بطاريه، يبقى في بي ناقص اي في ار البطاريه، وتمشي على الطريقه اللي انا معلمها لك دي، اكبر ار اقل كرنت، اقل كرنت يبقى اكبر في، تقدر ترتبهم من حيث الارات، كان خد بالك من كلمه كان الفي والار دايركت مع بعض، صح ولا لا؟ يبقى اكبر في كاني برتب الارات، 2 اكبر من 1 اكبر من 3، جت بطريقه ابسط بكتير جدا 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 من اللي احنا عملناه ايه عملناه في اول كيس، صح ولا لا؟ اوكي خلونا نكمل ايه مع بعض. السؤال اللي بعده برضو ايه مستر، فيه اكتر من كيس فنشتغله على مرتين، ماشي زي ما ايه زي ما متعودين مع بعض. بيقول لك الاوبوزيت الكتريك سيركت دي لما الاثنين سويتش K1 وK2 اوبند، الاثنين مفتوحين، نروح نعمل ايه؟ نفس الطريقه اللي انا محافظها لك، كي مفتوح او سويتش اوف او اوبند، يعني سلكه مقطوعه، هقوم شايلها خالص من السيركت. شايف انا بعمل ايه؟ يا رب تتعلم الحركه اللي انا بعملها دي، شيل كل الايه البرانشز اللي فيها سويتشات اهي. ده كده حضرتك منظر السيركت اللي عندك. طبعا اصلا من غير ما يتكلم نقدر نجيب الار ايكويفالنت، الثلاثه هم متوصلين مع بعض ايه سيريز، يبقى انا اهو كيس 1 الار ايكويفالنت تطلع بكام؟ طبعا 50 بلس 20 بلس 10 هيطلع 80 اوم. حلو، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك ان في كارنت الانتنسيتي بتاعته اسمه اي معدي في ال 20 اوم. طبعا اللي معدي في ال 50 هو هو يا مستر اللي معدي في ال 20، هو هو اللي معدي فين؟ هو هو اللي معدي في ال 10 الجميله بتاعتنا، قال لي اسمه اي. تعرف تجيب الاي؟ ما انا معايا الفي بي ومعايا الار ايكويفالنت، تعالى نحسبها كده. يبقى الاي اللي هو بيتكلم عنه عباره عن الفي بي اللي هي ب 6 على الايه الار ايكوفالنت اللي هي بكام؟ اللي هي ب 80، تطلع زي ما تطلع. لا تعالى نحسبها كده ايه بجد، هي كده 6 ديفايدد 80 طلعت بكام؟ طلعت ب 0.075 امبير. كلام جميل. بيقول لي بقى لو التو سويتشز ار كلوزد توجذر، هيقفل السويتشين مع بعض. طيب ده كده بقى كيس 2، هيقفل السويتشين مع بعض بالمنظر ده كده، كده اتقفل. واخد بالك ان K1 وصل قرايه بارلل مع ال 20، دي واضحه جدا. K2 عمل ايه؟ وصل برانش فاضي بارلل مع ال 10. حد يجاوبني، ده كده يبقى اسمه يا مستر شورت سيركت، طالما بارلل مع ال 10. نقوم شايلين مين؟ شايلين ال 10 تماما من السيركت، بقى ده المنظر. حلو قوي، طبعا اوعى تاخد الكرنت اللي احنا جايبينه في اول كيس، ما طالما الار اتغيرت يبقى اكيد الكرنت اتغير. فبيقول لي اهو ان الكرنت بقى بكام؟ بقى ب 0.09 امبير، صح؟ ايفن ذو ان الكرنت اللي معدي في ال 20 ريمينز اي، الكرنت اللي ماشي على ال 20 في الكيس دي هو هو اي. طب ما احنا اي جايبينه في اول كيس ب 0.075 امبير. الكرنت الجديد اللي طالع من البطاريه بكام اهو؟ بيقول لي اهو الكرنت اللي ماشي في السيركت اللي هو الاي توتال بكام؟ ب 0.09. حد مستنتج هنقدر نحسب ايه دلوقتي؟ اكيد طبعا
ال 0.09 هيجي هنا يتقسم، الجزء اللي هنا عارفينه، نعرف الجزء ده نقدر نعرفه بمنتصف، تعالى مثلا نسميه اي ار. يبقى انا كده الاي ار هيساوي الاي توتال اللي هو 0.09 ماينس كام 0.075، نحسبها على الكالكوليتور تطلع كام، تطلع 0.015 امبير. ده كده الكرنت اللي معدي فين، اللي معدي في الار دي. خلاص يبقى الكرنت ده بيساوي 0.015 امبير. نعرف نجيب الار على الوضع ده؟ اي ثينك نعرف بمنتهى البساطه. ازاي يا مستر؟ توصيل البارلل، اي في ار فوق لازم يساوي اي في ار تحت، توصيل بارلل يعني الفي بيساوي بعضه. يبقى كده 0.075 اللي فوق تايم 20 هيساوي 0.015 تايم الار اللي موجوده ايه تحت. ونقدر نحسب بمنتهى البساطه الار دي تطلع بكام، تعالى كده نحسبها مع بعض. كده حسبناها مستر طلعت الار ب 100 اوم، بس هي دي الريزيستنس اللي اسمها ار. يبقى السؤال يا مستر تو كيسز، هشتغل تو كيسز، مفيش حاجه يا شباب اسمها ان انا اقرا السؤال لاخره، مش هتعرف تحل حاجه، لازم تشتغل كيس كيس، تطلع الكيس الجيفن اللي في اول كيس وتروح تعوض بيه في تاني كيس. المسائل الفيزيك تتحل كده، مفيش حاجه اسمها ان انا اقرا السؤال لاخره، مش هينفع، مش هتعرف تحل. خش على اللي بعده. طيب بيقول لي هنا ان انا عندي 6 ايدنتيكال بلبس، طبعا ايدنتيكال يعني كلهم مثلا نفس الار قرايب، اللمبه بقرايب متوصلين بارلل، وير اتش وان اوف ذا بلبس وركس على ايه بوتنشال ديفرنس ب 100 فولت. يعني انا عندي السته كلهم متوصلين بارلل بالشكل ده كده. سؤال ممل قوي. وفي بوتنشال ديفرنس هنا بكام؟ بس بنزود واحده كده، هم سته. الراجل ده ب 100 فولت البطاريه دي، حلو الكلام ماشي. البلبس وير ريكوير تو بي اوبريتد على بوتنشال ديفرنس ب 200 فولت كده، دبل الفي وزود بينج بيرند، يعني ايه ما يتحرقوش، يعني ما كل لمبه تفضل ساحبه نفس الكرنت، ما تاخدش كرنت اعلى من اللي موجود عليها في الوضع ده، لان ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتتحرق لو خدت كرنت اعلى. ما انت بص، انت لو بمنتهى السذاجه شلت ال 100 دي وقلت لي احط كام، احط 200، كده اللمبه الواحده بقى عليها بدل ال 100 200، كده الفولت اللي عليها اتدبل، فالكرنت اللي داخل لها اتدبل اتحرقت. لا، يبقى دلوقتي عايز يعمل ايه؟ عايز يحافظ على الفولت. يعني ايه؟ اول كيس اهي في الكيس 1 دي كده مثلا كيس 1، كل لمبه عليها كام فولت؟ 100. خلاص مفيش الايه؟ مفيش ال 20 دي مش موجوده، ال 200 دي قصدي مش موجوده. حلو؟ انا عايز الفولت يفضل 100 على كل لمبه. طيب انا دلوقتي بقت البطاريه بتاعتي 200 فولت، انا البطاريه بتاعتي دلوقتي بقت 200، عايز اوصل الست لمب بحيث ان برضو كل لمبه تفضل عليها نفس ال 100 فولت عشان تفضل واخده نفس الكرنت فما تتحرقش. طب بمنتهى البساطه، انت دلوقتي البرانش الواحد عليه كام فولت في الكيس الاولانيه؟ عليه 100. طب انت دلوقتي عايز اللمبه تاخد ايه؟ تاخد نص ال 200، يبقى انا اعمل ايه؟ طب ما توصل في البرانش الواحد لمبتين اهي، واحد اتنين بالمنظر ده كده. على الوضع ده ايه اللي حصل؟ ال 200 فولت اللي عندي هتتقسم على اللمبتين، كل واحده تاخد كام؟ تاخد ال 100. هل كده اي لمبه هتتحرق؟ طبعا مش هيحصل، طبعا انت عندك 6 لمب، يبقى ايه كام برانش؟ هيبقى 6 على 2 هيديك 3 برانشز اهو بالشكل ده. فهمت اللقطه؟ يبقى لما يقول لك without being burned، يبقى انا هعمل ايه؟ هوصلهم توصيله بحيث يكون عليهم نفس الفي. هو كل لمبه الاول كان عليها 100، دلوقتي بقى الفولت ب 200، يبقى انا هعمل ايه؟ اوصلهم توصيله بحيث ال 200 دي تتقسم على اللمبتين مش لمبه واحده، عشان كل واحده تفضل واخده نفس ال 100 فولت اللي كان عليها ايه في الاول. يبقى هي دي مستر الكونكشن. يبقى لمبتين سيريس وثلاثه ايه برانشز، يبقى انا عايز 3 برانشز اتش هاز 2 بلبس، هي دي تشويس نمبر بي. خش على اللي بعده. السؤال بقى ايه كرييتيف سيكا، بيقول لحضرتك ايه؟ ان انت عندك اتنين رود اكس وواي سيم ميتال، سيم ميتال يعني نفس الرو، ليهم نفس اللينس والكروس سكشن ايه بتاع واي دبل بتاع اكس. حد شاطر يقدر يقول لي الار بتاعت الواي هتبقى قد ايه من الار بتاعت الاكس؟ الكروس سكشن الاريا دبل، يبقى الار هاف. عرفت منين يا مستر؟ الار والاريا مالهم انفرس، اوعى تنسى. طالما الاريا اتدبلت يبقى الريزيستنس هاف، يبقى كده ريزيستنس الواي ده نص ايه مقاومه الاكس ماشي. وبيتحركوا طبعا او كونكتد ايه فيا كابر سلايدر اس، الاس ده سلايدر يعني تقدر حضرتك تحركه يمين وشمال براحتك. بيقول لك لو السلايدر اتحرك في الشون دايركشن، يعني اتحرك ناحيه ايه الاتجاه ده ماشي كده ماشي يمين. طيب يسألني عن برايتنس اللمبه، طبعا البرايتنس يا جماعه اللي بيحكمها مين؟ الكرنت. يعني حضرتك تقدر تقول لي الكرنت ماشي ازاي؟ اقول لك على طول ايه؟
الكرنت معدي ازاي، شكله ايه على اللمبه، اقدر اقول لك الاضاءه بتاعت اللمبه ايه شكلها عامل ازاي على طول بمنتهى البساطه. حلو. طيب انا الاول همشي على ايه، كيس كيس، دي برضه اعتبرها تو كيسز، السلايدر وهو مكانه في الوضع ده، والسلايدر لما يروح مثلا لاخر رد بالمنظر ده. انا هحط نفسي هو مكان الكرنت، بص الكرنت طالع من البوست، ماشي ماشي ماشي. طبعا هنا لو كملت في اكس انت كده رايح في اوبن سيركت. يعني ايه يا مستر؟ يعني كده حضرتك اكس ده اصلا مش موجود، ده كده مش موجود، ده ملوش اي قيمه. ليه؟ ما انت كده هتبقى اوبن سيركت، يبقى انت اجباري لو السلايدر موجود في الجزء ده هتعمل ايه؟ هتقوم نازل على طول ماشي كده اهو. انا كده ماشي فين؟ في السلك الرفيع ولا في التخين؟ انا كده ماشي في التخين اللي هي الواي. يبقى ده كده يا مستر بما ان الاي والار انفرس، يبقى انا والسلايدر في اول بوزيشن اللي هو مثلا سي بوزيشن 1، ده هسميها كيس 1 او بوزيشن 1. الار صغيره يبقى الكرنت اللي ماشي دلوقتي عالي، يبقى البرايتنس دي مالها عاليه جدا، صح كده ولا لا؟ يبقى تاني انا كان عندي هنا مستر اكس، ماله اكس رفيع بس ما مشيش فيه كهرباء، ليه؟ لان ده اوبن هنا مفيش حاجه، لكن انت اجباري والسلايدر موجود في البوزيشن ده كده في الحته دي بالذات كده، ان انت تعمل ايه؟ هتنزل على طول فتمشي في الجزء ده في السلك التخين ده، فده هيدي لك طبعا ايه ريزيستنس صغيره، فبالتالي كارنت عالي. يبقى لحد دلوقتي عند بوزيشن 1 اللمبه هنا البرايتنس بتاعها ايه؟ عالي. تعال نشوف لما انا احرك السلايدر لاخر الرد مثلا ايه اللي هيحصل. تعال نشوف كده ايه كيس 2 مستر. انا لما احرك السلايدر هيبقى سلايدر سي مثلا مكانه هنا، ده كده يبقى شكل السلايدر مكانه هنا اهو، ده كده الاس. حلو الكلام. طيب حط نفسك برضو مكان الكرنت، تعال نمشي كده اهو من البوستيف، همشي اطلع هاجي هنا. انت طبعا كده كده الراجل ده خلاص ما بقاش موجود، استنى ما اشيله لك عشان ايه، عشان ما تتلخبطش. ده كده خلاص ما بقاش موجود، احنا نقلناه ايه يمين، صح؟ ده بقى منظره. يبقى انت اجباري تمشي فين؟ مش تمشي فوق، فوق هتمشي اهو فوق، وتيجي هنا تقوم نازل. طبعا مش هخش شمال، ليه؟ ده انت بقى اهبل كده، اوبن سيركت برده مش ماشي هنا كهرباء، يبقى انا برده اقدر اشيل الجزء ده ملوش لازمه. انت اجباري عليك هتقوم نازل هنا وتخش يمين عشان ترجع لايه؟ ترجع للنيجاتيف وللبطاريه. طب انا كده على الوضع ده مشيت في السلك الفاضي اللي فوق بس، الاي انفرس مع الريزيستنس، السلك الرفيع الار مالها عاليه لان الكرنت او الكرنت هيكون قليل. يبقى كده ايه اللي حصل للفاليو بتاع الكرنت اللي منور اللمبه؟ طبعا قل عن بوزيشن 1. بوزيشن 2 يا مستر انت اجباري هتمشي في السلك الرفيع، فبالتالي الريزيستنس هيكون عاليه، الكرنت هيكون قليل. واوعى تنسى ان السؤال ده مبني على فكره ان الريزيستنس انفرسلي مع الكروس سكشنال اريا، هنا الاريا بتاعت السلك اللي فوق قليله لان هو سلك رفيع، فالار بتاعته عاليه، ار عاليه فالكرنت اللي منور اللمبه ايه يا شباب؟ هيقل. يبقى انا كده بوزيشن 1 مشيت في السلك التخين اللي تحت فالكرنت كان عالي، بوزيشن 2 مشيت اجباري في السلك الرفيع اللي فوق فالكرنت قل. يبقى كده الكونكلوجن في الاخر اللي حصل لضغط اللمبه، طبعا هيتقل بس مش هتفانش، صح كده ولا لا؟ لان انت ستيل كلوزد، يبقى انت ديكريز بات ايه دازنت فانش، هي مش هتفانش الا لو السلايدر اتفك خالص، ففوق بقى تحت معزولين عن بعض فمفيش كهرباء تمشي كانها اوبن سيركت، فاهمني؟ يبقى طول ما السويتش ده او السلايدر ده موجود ما بينهم، بص كده المنظر اهو، طول ما السلايدر موجود رابط فوق بتحت، وات ايفر بقى انت مشيت في الرفيع اللي فوق ولا في التخين اللي تحت، طول ما السلايدر ده رابط الاثنين دول ببعض في كهرباء على طول، هتيجي من فوق تنزل لتحت تكمل كده ايه ناحيه البطاريه. لكن لو السلايدر ده مش موجود كده هيبقى ايه فوق وتحت معزولين عن بعض بالمنظر ده كده، صح؟ هيمشي كهرباء فين؟ مش هيمشي كهرباء طبعا، هتبقى اوبن ايه اوبن سيركت، صح؟ يبقى احنا على السؤال ده طبعا هي هتقل بس دازنت ايه دازنت فانش. تمام يا شباب، خش على بعض. طيب ده برضو من الاسئله اللي ايه يعني تقدر تقول هاي ليفل سيكا تقيله شويه لان فيها شغل كتير. بيقول لي في السيركت اللي قدامك 4 بلبس ار ايدنتيكال كلهم ايه نفس الار، which of the following choices will represent اللي هيحصل illumination intensity شدة الإضاءة بتاعت ايه بلباية A و B، اللمبة اللي اسمها A و B دول، يعني عايز أعرف اللي هيحصل الإضاءة دول امتى؟ لما أقفل الكي. طيب يعني هو هيقفل السويتش ده كده، بقى دي متوصلة مع البي، واضح إن هما متوصلين ايه parallel. هنمشي على كام ستيب؟ ادي ستيب نمبر 1، ستيب نمبر 2، ستيب نمبر 3. اوعى تنسى الستبس دي دايما ببتدي بيها السؤال، وات ويل هابن ار ايكويفالنت اي توتال، وتاخد حاجه بكتب الكومنت اللي هو مستر اكيد عايز يعرف اللي هيحصل للاي اي
واللي هيحصل للاي بي اللي هو الكرنت. يعني قلنا الاليومينيشن انتنسيتي او البرايتنس بشكل عام هو بيسال على ضوء اللمبه، يبقى انا هروح اشوف ايه اللي حصل للكرنت اللي منور اللمبه دي. طيب التوصيل اللي حصل هنا بارلل، يبقى الار قلت. اوعى تتغاشم وتتغابى وتقول لي اه ده انت زودت لمبه يبقى الار زادت، الكلام ده غلط. انت تروح تشوف نوع الكونكشن السيريس والبارلل. يبقى الكرنت بالتالي زاد. هل الاي توتال ده منور اي لمبه من الاثنين؟ تالي لا، يبقى اكيد مش هقدر احكم لسه، لسه هشوف ايه اللي حصل لده وده. طيب نيجي بقى ايه واحده واحده كده معايا، وركز قوي في اللي انا هعمله ده دلوقتي. الاي دي معدي عليها اني كرنت، او الكرنت بشكل عام بيتقسم ازاي هنا؟ الكرنت هو طالع من البوستيف بيلاقي نود، جزء من الكرنت هيدخل هنا وجزء من الكرنت هيطلع لفوق. تعالى نقول مثلا اللي فوق ده هو اي اي مفيش غيره، لكن اللي في النص ده مش هينفع اقول اي بي لان في حوارات في النص. تعالى نسميه مثلا اي 1 اي حاجه. يبقى كده الاي اي ده جزء من الكرنت. حلو. الاي 1 ده المفروض لو الدي دي مش موجوده اللي هو مثلا في اول النون اهو، يعني الكلام ده لسه السويتش مفتوح، الدي دي مش موجوده صح ولا انا غلطان؟ مفيش اي حاجه. يبقى كده البي دي كانت بتاخد ايه؟ كانت بتاخد الاي 1 كله اللي هو الجزء اللي مع داخل البرانش اللي في النص ده كله، وبعد كده السي صح كده ولا لا؟ يبقى كده البي ده كانت بتاخد الاي 1 كتوتال. طيب قمت انا بعد كده قمت ايه حاطط السويتش الجميل ده قفلته وقمت موصل الدي، كده بقى هنا في نوت تانية ظهرت اهي، ظهرت. يبقى هل البي خدت الكرنت كله ولا الاي 1 ده نفسه اتقسم جزء فوق وجزء تحت صح ولا لا؟ يبقى نصيب بي من الاي 1 برغم ان الكرنت توتال زاد، اتكلمنا في النقطه دي من شويه ماليش دعوه، بس نصيب بي من الكرنت كان الاول واخده التوتال كله. امتى يا مستر؟ لما دي ما كانتش موجوده صح ولا لا؟ دي ما كانتش موجوده، فكان الاي 1 كله بيطلع لفين؟ بيطلع لفوق صح ولا لا؟ فالبي كانت بتاخد التوتال كرنت بتاع البرانش. طب دلوقتي لما الدي ظهرت عندي وبقى في كونكشن بارلل كده، اصبح البي دي بتاخد جزء من الكرنت اللي داخل البرانش، جزء من الاي 1. يبقى انا كده مستر اي بي ده اكيد ديكريز. ايه السبب؟ خلاص الاي 1 ده كرنت البرانش اللي في النص كله، ها كان الاول بيروح للبي كله وبعدين بقى في نود، بقى في كونكشن تقسيم اهو، جزء يروح للبي وجزء يروح للدي. يبقى نصيب بي من الكرنت، خد بالك من كلمه نصيبه من الكرنت دايما عمال اكررها، نصيب بي من الاي 1 قل. طيب المفروض ان كده تمام. نيجي بقى للايه الجميل ده. واحد يقول لي يا مستر هنعرف ازاي بقى اللي حصل للاي ايه اللي هو الكرنت بتاع الايه؟ والله هو الاول كان جزء ودلوقتي بعد ما اتقفل اللي بي برضو عباره عن جزء صح ولا لا؟ الكلام ده مظبوط. يعني الاي ايه ده اللي هو كان الاول في التوتال ما كانش توتال، ليه؟ لان كان في نود سواء دي موجوده او مش موجوده صح كده ولا لا؟ طيب انا بس عايز الفت نظرك لحاجه صغيره يا شباب، يا شباب نركز قوي قوي قوي. فهل البطاريه بتاعتي ليها ريزيستنس ولا ملهاش؟ هل البطاريه هنا ليها ريزيستنس؟ لا يا مستر ملهاش. طب انا كده استفاد ايه يا فندم؟ سينس خد بالك بقى، يا ريت تكتب ورايا اللي انا بقوله ده، ده جمله مهمه قوي، ان الار سمول بزيرو ده معناه ان اني ريزيستور بارلل، بارلل مين؟ تو الباتري. اي حاجه تلاقيها بارلل مع البطاريه طالما الار سمول بزيرو الفي اللي عليها كونستنت، الاي بتاعها كونستنت، الباور بتاعها اللي هو ضايتها كونستنت. ده امتى؟ ده امتى؟ ايه الشرط؟ لو الار سمول بزيرو البطاريه ملهاش ريزيستنس، فاي ريزيستور في الدنيا اللي بيبقى بارلل مع البطاريه دي الفولتج اللي عليها هيكون ثابت، اللي هو باي ذا واي هيبقى الفي بي اللي احنا عارفين ان هو كده كده رقم كونستنت ما بيتغيرش، يبقى ساحب نفس الكرنت والباور اللي عليه ثابت. انا عايزك تبقى حافظ الكيس دي صنع. طيب انا كده عندي هنا الار سمول بزيرو، يبقى الفولت بتاع البطاريه هو مين؟ هو الفي بي. بيتغير؟ لا يا مستر كونستنت. فلو في حاجه بارلل مع البطاريه هتبقى واخده الفي بي، فالفولت ثابت فالكرنت ثابت. طيب تعال بقى نشوف اللمبه ايه دي اولها فين واخرها فين. والله يا مستر هي اولها النود دي واخرها النود دي صح ولا لا؟ تعالى بس نروق الدنيا دي عشان ايه في زحمه هنا مش حلوه، نروق بس ايه الدنيا دي كده ماشي، شيل بقى الكلام ده خلاص احنا عرفنا اللي حصل ايه للبي. حلو، فين يا مستر النود اللي موجوده هنا في السيركت؟ اني نود مثلا اسمها اكس ونود تانية اسمها واي.
فحضرتك لو بصيت على الـ A هتلاقي طرفها من هنا X وطرفها الناحية التانية Y. البطارية طرفها من هنا X وطرفها من الناحية التانية Y. ها يا مستر استنتاجك، يبقى كده حضرتك الـ A دي بارلل مع الباتري، مفيش حل تاني. الـ A دي اللمبة اللي اسمها A بارلل مع البطارية، يبقى كده الفولتج اللي على الـ A هو هو الفولتج اللي على البطارية اللي هو رقم كونستانت. يبقى الكرنت بتاع ايه ماله يا شباب؟ ثابت ما بيتغيرش. يبقى الاي ايه ده ماله؟ كونستانت مش هيتغير ابدا ابدا ابدا. اوكي في واحد هنا مستر هيسألني سؤال، يعني طبعا كده الاي ريمينز ان تشينجد او ريمينز كونستانت، يا اما بي يا اما سي، وضغط بي قلنا قلت يبقى نمبر سي. واحد هنا بقى يسألني سؤال مهم، بص كده مستر تعالى ايه امسح بس الكلام اللي انت عامله ده كله. اقول له ماشي، بص شيل الكلام ده. انت قلت لي من الاول ان الاي توتال هو اللي طالع من البطاريه هيمشي لحد ما يلاقي النود دي، هيقوم متقسم جزء هيخش البرانش اللي في النص وجزء هيكمل لفوق. اهنا اي ايه، انت قلت لي من لحظه ان هو ايه، ان هو رقم ثابت. طب ايه دليلك تاني فكرني؟ ان اللمبه اللي اسمها ايه بارلل مع البطاريه، البطاريه ملهاش ار انترنال، يبقى الفولتج كونستنت على طول اللي هو في بي، يعني اللي هو الفي بي. طيب انت لسه قايل لي فوق في اول خطوه ان كده كده الكرنت التوتال زاد، الزياده دي يا مستر راحت فين؟ خد بالك بقى من الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي. تاني انت قلت لي ان ده هو الاي توتال، والاي توتال ده كماجنتيود زاد زي ما احنا اثبتنا في ايه في الهيد بتاع السؤال اهو. طب الزياده دي راحت فين؟ خدها انت بالعقل، طالما الراجل اللي طلع للاي ثابت يبقى الراجل اللي داخل هنا اللي احنا سميناه في اول المساله اي 1 اكيد اللي حصل له زاد، هي دي الزيادة اللي حصلت فيه، صح كده ولا لأ؟ يبقى الكرنت اللي داخل في البرانش في النص هو اللي زاد، لكن الكرنت اللي كامل في فوق ثابت، لأن الـ A بارلل مع اللمبة، سوري بارلل مع البطارية، فتسحب كرنت ثابت دايما. يا طيب أنت ليه بتقول يا مستر الكلام ده؟ عشان أنا بقول لك إن الـ I1 ده خد بالك اللي هو أوريدي زاد هيتقسم فوق ويتقسم تحت طالما قفلنا السويتش، وهيعدي على السي كتوتال هو الـ I1، صح كده ولا لأ؟ يعني ممكن في سؤال تاني اغير لك واقول لك ايه اللي حصل للسي، صح؟ ما هو اللي يخليه يسالك على الاي ويسالك على البي يسالك على السي، ساعتها اقول له ايه اللي حصل للسي؟ اه يا مستر ده السي اللي هو الكرنت اللي داخل البرانش اللي في النص زاد، يبقى نصيب سي من الكرنت برضو ايه؟ برضو زاد. يبقى كده الاي كونستنت ليه؟ بارلل مع البطاريه. البي ديكريزد ليه؟ كانت الاول بتاخد كارنت البرانش كله، دلوقتي بقى بالكارنت البرانش اللي هو الاي 1 بيتقسم جزء عليها وجزء على الدي. طب السي زاد ليه؟ لان السي معدي عليها كارنت البرانش كله اللي هو اوريدي انكريز. ماشي يا شباب السؤال ده نذاكره كويس قوي 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 قوي، نكتب عليه هاي ليفل، وفي نفس الوقت هو فيري امبورتنت. السؤال ده ممكن بدل ما يسالك على الاي بي يسالك على الاي والسي يسالك على البي والسي، فلازم اكون عارف كل الكيسز. ده سؤال هاي ليفل مش سهل. خش على اللي بعده. طيب برضه سؤال فيه شغل، انا قلت لك ان الهوم ورك ده هو اكتر هوم ورك فيه شغل بصراحه، اكتر هوم ورك فيه اسئله. هنا بيعمل ايه؟ طبعا هو مصل لك اللمبتين دول بالشكل ده وفي سلايدر ما بينهم، ده يقدر يتحرك لفوق وتحت، لفوق لاكس او لتحت لايه؟ لواي. واوعى تنسى ان الار سمول بكام؟ بزيرو، يبقى الفولت هنا كونستنت، اتفقنا على النقطه دي، اي حاجه تبقى بارلل مع البطاريه تبقى ثابته. ماشي. بيقول لي هنا انت عندك لمبتين ايدنتيكال نفس الار. لما السلايدر بوزيشن عند الميدل ديستنس ما بين اكس وواي، يعني السلايدر ده واقف هنا مثلا، حلو قوي، يعني منظر السيركت بقى عامل ازاي؟ عامل كده، في برانش هنا ايه قاسم الصفحه بالنص، يعني كده اللمبه دي بارلل مع الجزء الازرق ده، لمبه 1 بارلل مع الازرق، متهيألي واضحه قوي، ادي اولهم نود اهي واخرهم النود دي، واللمبه اللي اسمها 2 مثلا بارلل مع الجزء الفوشيا ده، حلو قوي قوي قوي. الكرنت بيجي بيتقسم جزء على الاكس وجزء على اللمبه، وبعد كده بيتقابلوا هنا، جزء يكمل هنا في السلايدر وجزء يكمل للمبه 2 بالشكل ده. طيب ايه يا عم اللي هيحصل لما يكون السلايدر في الميدل ديستانس؟ بيقول الانتنسيتي بتاعت الامينيشن بتاعت التو لامبس بيكمز ايكوال، متهيألي واضحه قوي. ما هو انت واخد جزء من السلايدر هنا او جزء من الريستات ده قد الجزء اللي تحت، واللمبتين ايدنتيكال، فاكيد الكرنت هيتقسم ايه؟ بالتساوي. يبقى انت الاول في السلايدر في اول كيس اهو، كيس 1 عند الميدل ايه يا مستر؟ الاي بتاع 1 بيساوي الاي بتاع 2 اللي هو كرنت اللمبه 1 وكرنت اللمبه 2، ده كده اول كيس مفيهاش كلام لان هو قال ان الاثنين مالهم ايكوال.
طيب الكيس اللي بعديها بيقول لي لو السلايدر موفد سلايتلي توردس اكس هيتحرك ناحية اكس. تعال نروق الكلام ده كده، السلايدر بتاعنا ده تعال نشيله ونحطه عند اكس، هيبقى الموضوع اوضح بكتير قوي. بص كده اهو، هقوم انا جايب السلايدر بتاعي حاطه عند الاكس بالشكل ده كده بالظبط. حضرتك كده لو انت ركزت، لمبه 1 بقت بارلل مع مين؟ مش مع السلكه الزرقاء دي الفاضيه دي، صح كده ولا لا؟ ما انت كده بقى اخرك هنا، الكرنت لما يجي هو شايف ايه؟ هو شايف السلكه دي الفاضيه دي وشايف اللمبه اللي اسمها 1. ده كده على الوضع ده. يبقى انا يا مستر في تاني كيس 1 بارلل مع شورت سيركت. حد عارف اللي هيحصل 1 يا شباب من غير ما اقولها؟ هتطفي، مش هتاخد كهرباء. الاي توتال يا مستر كله هينزل في الفاضي هنا. وبعدين بقى الجزء الفوشيا ده كله اللي هو الريستات كله بقى بارلل مع مين؟ بارلل مع 2، بدايتهم اهو ونهايتهم اهو. يبقى بداية من النود دي الكرنت هيبتدي ان هو ايه؟ هيبتدي ان هو يتقسم، جزء هيمشي في الريستات وجزء هيمشي كده ويقوم داخل على اللمبه اللي اسمها 2 ويطلع ايه للبطاريه في النيجاتيف. يبقى في كيس 2 اللمبه 1 بقت بارل مع الحته الفاضيه اللي قبل الاكس دي، الحته دي فما بقاش يمشي فيها الكهرباء، بقى بيمشي في الفاضي. بعد كده يجي يتقسم على الريستات الاسود ده كله واللمبه اللي اسمها 2. تقدر تقول لي كده بما ان في لمبه اتلغت ايه اللي حصل للار ايكويفلنت؟ طبعا ايه اللي هيكون حصل لها؟ قلت طبعا، صح كده ولا لا؟ انت اللمبه دي اتشالت. طيب كده ايه اللي هيحصل للاي توتال يا شباب؟ طبعا الاي توتال هيزيد، صح ولا لا؟ حلو. الاي توتال ده منور دلوقتي انهي لمبه من الاثنين؟ خد بالك ان في الكيس 1 لو انت فاكر اهو كان اللمبتين نفس الكرنت نفس الانتنسيتي، الاثنين نفس الاضاءه ايكوال. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ طالما لمبه 1 دي بقت بارل مع شورت سيركت يبقى دي كده جان اوف اصلا، اتطفت، صح ولا لا؟ يبقى اكيد اضاءه الثانيه خدت نصيب اكبر من الكرنت. انت الكرنت التوتال زاد، التوتال ده هيتقسم على الريستات ده ويتقسم على اللمبه، يبقى اكيد نصيب 2 من الكرنت اللي هيحصل لها هيكون زاد طبعا، صح كده ولا لا؟ يبقى يا اما 1 يا مستر جون اوف، يا اما اضاءتها قلت جدا 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 جدا، لكن 2 لازم تكون ايه يا شباب؟ 2 هتزيد، صح ولا لا؟ طبعا هي لها حل تاني، بس يعني ايه الحل التاني ده؟ محتاج واحد يعني مركز قوي 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 قوي. يبقى كده بس نقدر نختار ايه؟ ان 1 قلت خالص و2 زادت، تبقى فين؟ انكريز ديكريز، لا نمبر بي. في حل تاني اقول لك اه، طب تعالى ما اقول لك عليه ويا رب تستحملني، يا رب تستحملني، انا بحاول ان انا ازود خبرتك صدقني. بص شيل يا مستر الكلام ده، شيلناه قلت لي يا مستر السلايدر بقى فين؟ السلايدر نشيله بس كده معلش من هنا، السلايدر كده بقى عند اكس في المكان ده بالظبط اهو. فكده بقت اللمبه اللي اسمها 1 بارل مع السلكه الفاضيه دي، كده كده ما فيهاش اي تغيير، دي ما فيهاش كلام. فدي لو ما كانتش قلت فهي اتطفت، يا اما قلت خالص 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 يا اما اتطفت تماما. حلو الكلام. طيب يبقى دي كده احنا عرفنا ان هي ديكريز. تقدر تقول لي لمبه 2 هي بقت بارلل مع ايه؟ مع البتاع ده كله، مع الريستات ده كله، صح كده ولا لا؟ لمبه 2 بقت بارلل مع كل الكلام ده. طيب لو انا قلت لك اطراف البطاريه فين، مش هتقول لي اول نود قابلتك هي النود دي اللي عند النقطه اللي اسمها اكس؟ خد بالك ان ده هنعتبره سلك فاضي، يبقى دي كده نود اسمها اكس. طب والناحيه الثانيه النقطه دي اسمها ايه؟ واي. يبقى النقطه دي اسمها واي. هل انت مدرك على الوضع اللي قدامك ده؟ ان من الاكس للواي ده الجزء ده كله بارلل مع البطاريه، البطاريه هي اطرافها ناحيه الايه؟ فوق اكس وناحيه تحت واي. ونفس الكلام الرد ده كله، الرد ده كله ما بين اكس وواي. طب اللمبه اللي اسمها 2، ما هي اللمبه اللي اسمها 2 تأولها تحت اهي واي واخرها لو مشيت على الفاضي ده ايه؟ اكس. يعني انت عايز تقول لي ان 2 في الحاله دي بقت بارلل مع الباتري غصب عني وعنك، ماليش دعوه. تاني على الوضع اللي قدامي ده، يعني ايه نحاول نغير كده، البطاريه اولها فوق اكس واخرها تحت واي، اي حاجه ما بين النقطتين دول تبقى بارلل مع البطاريه غصب عني وعنك، ماليش دعوه. طيب مين اللي بارلل مع البطاريه؟ الرد كله ما بين الاكس والواي برضه. طب اللمبه اللي اسمها 2 اولها تحت اهي واي واخرها، طبعا مش هكمل لفوق، انت اخرها ايه؟ السلك الفاضي ده برضه اكس. يبقى دي عليها مين يا مستر؟ عليها فولت البطاريه في بي، صح ولا لا؟ حلو قوي. طيب لو انت فاهم الكلام ده بقى قارنه ما بين الايه؟ الكيس الاولانيه،
انت في اول كيس قسم العصايه بالنص حرفيا، صح ولا لا؟ تعالى ايه نشوف الكلام ده كده مع بعض ونفتكر. بص ركز معايا وما تفقدش تركيزك. قال لك السلايدر موجود فين؟ استنى بس ما نشيل السلايدر المتدلع اللي في السؤال ده. اهو الوضع زي ما انت شايف كده بالظبط حرفيا كده يا مستر. البطاريه طبعا ليها في بي، الفي بي ما بين نقطه اكس هنا فوق ونقطه واي تحت. اي حاجه بارل مع الاكس والواي يبقى عليها فولتس بيم وفي بي. يبقى كده الجزء ده كله واخد ايه؟ واخد الفي بي كله. يبقى هنا في قد ايه؟ في هنا هنص الفي بي. طب وتحت في قد ايه؟ في النص التاني. يبقى كده مستر اللمبه اللي اسمها 1 عليها هاف الفي بي، واللمبه اللي اسمها 2 عليها ايه برضو؟ عليها هاف الفي بي. ها بص بقى نقارن ما بين الكيس دي والكيس الجايه. طبعا اللمبه ال 1 0 فولت خالص، مفيش اي حاجه، فارل مع سلكه فاضيه مفيهاش اي حاجه، لكن 2 بقى عليها الفي بي كله. يبقى 2 فعلا اضاءتها زادت ولا لا؟ و1 طبعا اضاءتها قلت جدا جدا جدا، صح يا شباب؟ ايه ده تقريبا انا مختارها غلط، سوري انا اسف انا اسف ما خدتش بالي. انت عايز 1 تكون قلت تماما و2 تكون زادت، يبقى هي طبعا شويس نمبر سي، انا اسف. ماشي تفهمها كده تفهمها كده، المهم ان انت توصل للاجابه. السؤال فعلا مش سهل، محتاج انك تشتغل بيه بايدك في التو كيسز. هي ملهاش يا جماعه حل تاني بالمنظر ده. خش على اللي بعده. طيب برضه سؤال تريكي شويه، بيقول لك ايه اللي هيحصل لللايت انتنسيتي بتاعت البلب، ايه اللي هيحصل لاضاءه اللمبه الجميله بتاعتنا دي، وايه كمان يا عم؟ وقرايه الفولتميتر لما السلايدر يتحرك من بي للكيو، من البي للكيو. حلو نمشي برضو الكيس ايه مع بعض كده حته حته ونشوف السؤال بيقول ايه، واحده واحده مع بعض. وتاني قلت لك اهم حاجه تبص عليها البطاريه مستر ملهاش ار سمول، يعني الفولت هنا هو الفي بي وده رقم كونستنت. طبعا الفي بي بيتقسم جزء عند البي والكيو ده اللي هو الريوستات ده، هنا جزء من الفي بي واللمبه عليها جزء تاني من الفي بي، صح كده ولا انا غلطان؟ طيب انت دلوقتي لو السلايدر بتاعك ده، تعال نشتغل كده ايه بالسلايدر الجميل بتاعنا احنا، شيل شيل الكلام ده. بص السلايدر بتاعنا لو موجود عند البي بالمنظر ده كده، مش كده الفولتميتر ده اوله النود دي، تعالى مثلا نسميها اكس واخر النود دي اسمها واي. انت واخد بالك ان انا كل مساله بشتغل بالنود نفس الطريقه اللي انا علمتها لك من ثالث حصه في المنهج. البطاريه اطرافها فين؟ امشي كده مع اطراف البطاريه، اطرافها هنا عند الاكس والطرف الناحيه الثانيه فين؟ عند الواي. طب ما هو كده انا خدت بالي من حاجه، ان طول ما حضرتك عند البي كده الفولتميتر قاري الفي بي كله اللي هي اكبر قرايه، طبعا ما هي ده اكبر فولتج في السيركت، يبقى كده الفولتميتر ده قاري اكبر فاليو في السيركت، لان هو عند البي جايب اخر العداد اخر البوزيتيف او البطاريه واخره جايب النيجاتيف اللي هي اخر البطاريه، يبقى الراجل ده كانه محطوط على البطاريه حرفيا. طيب اللمبه شكلها ايه في الوضع ده؟ ماشي عادي واخده نص الفي بي مثلا او واخده جزء من الفي بي، مفيش اي مشاكل. طيب عند الكيو بقى، تعال نحرك الكلام ده ونحطه عند الكيو اهي. تعال برضو ايه نشتغل بالسلايدر بتاعنا اهي، واقوم حاطط السلايدر عند الكيو بالشكل ده كده. ها قول لي انت بقى حكمك كده، الفولتميتر محطوط على مين؟ مش بقى محطوط على اللمبه بس، صح ولا لا؟ هل ينفع ده يساوي الفي بي كلها؟ استحاله. ليه؟ لان الفي بي يا مستر متقسمه هنا جزء على الريزيستنس دي وجزء على اللمبه، صح ولا لا؟ يبقى كده اكيد قرايه الفولتميتر ايه اللي حصل لها؟ قلت. ليه يا حبيب قلبي؟ هنا واخده البطاريه كله من الناحيه الشمال لليمين وقاريه الفي بي كلها، لكن في كيس 2 قاري جزء من الفي بي اللي هو الجزء اللي على اللمبه بس، يبقى كده لازم يكون قرايه الفولتميتر قلت. طيب اضاءه اللمبه بقى نفسها، هسال سؤال، هو مش اضاءه اللمبه دي يا ابني اللي هي الكرنت؟ اه مستر انت فين الثلاث خطوات بتوعك؟ واحد ار ايكويفلنت، اثنين اي توتال، ثلاثة قرايه الفولتميتر. طيب معلش معلش انا نسيت انا اسف. اول حاجه الار ايكويفلنت، ايه اللي حصل الار ايكويفلنت؟ فين الار ايكويفلنت اللي اتغيرت؟ ولا اي حاجه. ليه؟ هسالك سؤال، هو ده اصلا ريوستات؟ هو البي كيو ده ريوستات؟ لا يا حبيبي ده ريزيستنس عاديه جدا. مستر مستر انت خبيت علينا حاجه، امال يا مستر ايه السهم اللي انت عمال تداريه ده؟ السلايدر ده عباره عن ايه؟ ومش السلايدر ده وجوده يعني ريستات؟ لا يا حبيبي ركز كده معايا افهم، ده كده السلايدر الجميل بتاعك ده بيتحكم الفولتميتر ده يقرا من اول فين لفين. يعني ايه؟ يعني الفولتميتر اوله عند النود دي صح؟ ده كده اوله اكس، لكن نهايته فين؟
نهايته اللي بيحددها هو مكان السلايدر. لكن الريزيستنس اللي اسمها بي كيو دي ده كونستانت، دي ار سي، دي ار ثابته، مالناش دعوه بيها. السلايدر ده بيعمل ايه؟ بيتحكم الفولتميتر ده يقرا من اول اكس لحد فين، بدايه قرايه الفولتميتر. يبقى هو ملوش علاقه بريزيستنس السيركت. السهم ده مش سلايدر بتاع الريوستات، السلايدر ده بتاع قرايه الفولتميتر على الرسمه اللي هو راسمها دي. انا عارف ان هو سؤال سم، كل اللي بيشوف ده بيتخن بيفتكره ريزيستنس وايه، وسؤال على قديمه كده لما قلت لنا مستر الكرنت هيطلع. ده لو الريوستات عند اول البي هتطلع على طول، لو عند الكيو هتعدي على الريزيستنس كلها. لا لا يا حبيبي، مفيش كرنت اصلا هيطلع في الفولتميتر. الفولتميتر ده يا جماعه يا شباب اوعى تنسى ان الار بتاعته انفينيت ريزيستنس، فمفيش كرنت اصلا بيمشي في الفولتميتر. الكلام ده غلط. يبقى كده كده الكرنت ماشي فين؟ ماشي من البي للكيو للار اللي هي بتاعت اللمبه، صح؟ كده كده الكرنت ماشي دغري. تعالى نمسح كده الكلام ده. كده كده الكرنت بيطلع من البوستن. ماشي 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 ماشي، بس هو ده مسار الكرنت اصلا. لكن مين بقى السلايدر ده بيحدد ايه؟ بيحدد الفولتميتر زي ما قلت لك، يقرا من اول النود دي لحد فين. هل يقرا لحد البي، يقرا كل الكلام ده فيقرا الفولت بتاع البطاريه كله، ولا لحد الكيو فيقرا الفولت اللي على اللمبه بس. يبقى كده قرايه الفولتميتر هي اللي بتزيد وتقل، لكن الار ثابته، الاي توتال برضو ثابته. يبقى يا مستر اللايت طبعا الكرنت اللي في السيركت اللي هو الاي اللي منور اللمبه برضو ايه؟ ثابت. يبقى كده اضاءه اللمبه doesn't change، لكن قرايه الفولتميتر طبعا هي يا شباب قلت. يبقى طبعا تشويس نمبر سي. ماشي، سؤال فعلا خبيث قوي قوي قوي. حته السلايدر دي كله بيفتكر ان الجزء ده عباره عن الريوستات، وطبعا ده مش صح. السؤال اللي بعده هو سؤال تقليدي بس لازم نحله مع بعض. بيقول لي لما الار في هتقل ايه، عايز يعرف قرايه الفولتميتر هيحصل لها ايه. ادي ستيب نمبر 1 2 و 3، ما بغيرش الستيبس بتاعتي ابدا. ار ايكويفالنت، اي توتال، واخر حاجه قرايه الفولتميتر بتساوي ايه. الار ايكويفالنت ريوستات قل من غير ما التفكير، يبقى الار قلت الكرنت عكسها زاد. نيجي لقرايه الفولتميتر، الفولتميتر محطوط ما بين النود دي للنود دي. يا رب تكون حفظت طريقتي. في قرايه باخدها من جوه، او ممكن تاخد القرايه منين؟ تاخد القرايه من بره، من اول النود دي لحد النود التانيه. طيب من جوه هيساوي ايه؟ عندي بطاريه ليها في بي وعندي ار في. هل في ار سمول؟ ما جابش سيرتها، تبقى بزيرو. يبقى انا اقدر اقول ان الفي بتاعي هو عباره عن الفي بي ناقص الاي في الار في. اتفقنا قبل كده بطاريه مع اي ريزيستنس يبقى في بي ناقص الاي في الريزيستنس، مفيهاش كلام. طب لو انا خدت القرايه من بره اللي هو الطريق الفوشيا، في اي حاجه غير ار؟ لا. يبقى كده الفولتميتر برده ممكن يساوي الاي في الار. خد بالك فرق ما بين الار دي والار في. هتشتغل بأنهي قانون يا مستر؟ قانون نمبر 1 ولا قانون نمبر 2؟ على حسب، قلت لك اللي في حاجه واحده بس بتتغير. ما ينفعش اشتغل بقانون فيه 2 فاريبلز، دي يا جماعه كده مش فيزيكس، مش ده اللي احنا اتعلمناه. طيب الفي بي رقم كونستنت، الار في قلت، الكرنت زاد، في 2 فاريبل. في مدرسين بيشتغلوا بطريقه انا ما بشتغلش بيها، بس انا مش هعرف اشتغل بالقانون ده، ما بحبوش. ما ينفعش اشتغل بقانون فيه 2 فاريبل عكس بعض، ده مش فيزيكس. 2 بقى الار دي ثابته ما اتغيرش، يبقى كده الار دي كونستنت. الكرنت زاد اهو، الكرنت زايد، يبقى كده قرايه الفولتميتر زادت انكريز. بس يبقى انا بشتغل على 1 فاريبل، لكن 2 فاريبلز ما اشتغلش، ماليش دعوه، دي كده مش فيزيك. يبقى كده قرايه الفولتميتر يا شباب زادت. خش على بعد. هنا بيقول لحضرتك لو الفيلمنت بتاع واحده من اللمبتين بلون اب، دي اتحرقت، او خلينا نشتغل تحت، دي اتحرقت. فعايز يعرف قرايه الفولتميتر، نشتغل على كام ستيب؟ يا رب اكون حفظت الطريقه دي. 1 2 3. اول واحده الار ايكويفالنت، واحد يقول لي يا مستر كانوا لمبتين بقوا لمبه واحده، يبقى كده الار قل. اقول له انت غلط. ليه يا مستر؟ يا حبيب قلبي بص على طريقه الكونكشن، الاثنين دول متوصلين سيريس مع بعض. يعني ايه؟ يعني لما واحده تتحرق الثانيه مع السلامه تتحرق معاها. انت بقى حط نفسك مكان الكرنت اللي طالع من البطاريه، الاي توتال ده هيمشي فين؟ كده كده مفيش كهرباء بتطلع في الفولتميتر، مفيش كرنت بيطلع فوق، يبقى انت اجباري تنزل تحت. طب ما هي تحت كده السكه اتقطعت، دي كده بتوين براكتس بقت اوبن سيركت، خلاص مفيش كهرباء تمشي. انت كده قطعت السلك اساسا، لان هي عباره عن برانش واحد اهو، ده هو برانش واحد وفي نفس الوقت انت قطعته. لما اتحرقت السلكه كلها مش هيمشي فيها كهرباء.
طيب الفولتميتر عندي بيساوي ايه؟ واحد يقول لي يا مستر ده على البطاريه بقى في بي ناقص اي في ار البطاريه الار سمول، وفي ار سمول فعلا ما قالليش ان هي بزيرو. حلو. طيب الاي ده بقى بزيرو، قال لحد ما بقى بيساوي صفر. كده الفولتميتر بقى بيساوي ايه حضرتك؟ مش كده بقى الفولتميتر بيساوي الفي بي؟ صح ولا لا؟ اه يا مستر حصل. واحد يقول لي يبقى القرايه كونستنت، اقول له غلط. ليه؟ ليه بقى لو فكرت كده معايا؟ يا حبيب قلبي انت بص امشيها ايه واحده واحده كده معايا، شيل بس الكلام ده ونتفاهم كده ايه من الاول. احنا لو اللمبه شغاله في اول كيس، كيس 1، يعني اللامب از ايه از وركينج، لامب از وركينج شغال، لمبه منوره والدنيا حلوه، امسح الكلام ده. ماشي مسحناه. الفولتميتر اللي عندك ده بيساوي ايه؟ والله يا مستر الفي بيساوي الفي بي الا اي فار. خد بالك من كلمه الا دي، دي كده اول كيس. طيب كيس 2 بقى اللي هي بقت ايه؟ بقت اوبن سيركت. كده بقى الاي بكام؟ بقى الاي بزيرو. فاكتشفنا ان الفي بقى بيساوي فولت البطاريه كله، خلاص كده. يعني هاجم القانون ده هو شايل الاي فار سمول دي تماما. طب يا ابني يا حبيبي انت في كيس 1 كنت بتقرا الفي بي كله الا ما عدا الاي في ار، ده كان عامل لك دروب. طب انت دلوقتي في كيس 2 بقت قاري الفي بي كلها، بقيت قاري الفولتج كله، يبقى انت قرايتك مالها؟ قرايتك زادت يا حبيبي، ما قلتش ولا فضلت ثابته. فضلت ثابته. بص يا حبيبي الفي بي كده كده كماجنتيود هي كونستنت، دي ما فيهاش كلام، الراجل ده يا مستر ثابت. بس هل انت في اول كيس لما كان اللمبتين دول شغالين كنت انت قاري الفي بي برضو؟ لا، انت كنت قاري الفي بي ما عدا، انا عمال اكرر الكلمه، ما عدا او الا اي فار، كان في دروب، في جزء بيتاخد من الفي بي، انت بتقرا الفولت كله اللي هو الفي بي ما عدا اي فار. في كيس 2 بقيت تقرا الفي بي كله، خلاص انت قرايه الفولت ميتر بقت البطاريه كلها، يبقى طبعا قرايتي زادت، ما هو كده كده الفي بي ده الماكسيمم، ده اكبر فولتج اقدر احلم ان انا اقيسه. يبقى انا كده القرايه بتاعتي مالها؟ طبعا زادت زادت زادت، واللي هيختار هيمين زون تشينج للاسف هيكون اتغفل. خش على اللي بعده. سؤال سم حليناه في الحصه مع بعض لو انتوا ايه؟ لو انتوا فاكرين. تعال نحله تاني مع بعض. بيقول لك لو السويتش اللي اسمه اس ده كلوزد، فين؟ اهو. عايز يعرف برضه اللي هيحصل لقرايه الاميتر والفولتميتر، طبعا هيمشي على كام ستيب؟ برضه 1 2 3. اوعى تنسى. ار ايكويفلنت، اي توتال، احيانا ما بحتاجهمش اه، بس خليك دايما في السيف سايد. والفولتميتر يساوي ايه؟ هنيجي هنا نقوم موصلين اس الاول. طيب ايه اللي هيحصل في الار ايكويفلنت؟ شوف نوع التوصيل، ابوس ايدك ما تبقاش ساذج وتقول لي بقى عندك ثلاث ارات يبقى الار هتزيد، الكلام ده غلط. لا، ده انا اللي اعرفه ان كده الار 3 بقى هنا في نود اسمها اكس، هنا في نود اسمها واي. طيب كده الار 3 والار 2 توصلوا بارلل، التوصيل البارلل بيعمل ايه يا شباب؟ بيقلل الار، يبقى الار ديكريز، يبقى الكرنت انكريز. هل الكرنت ده هو قرايه الاميتر ده؟ والله تعالى نشوف كده. هو الاي توتال هو يا مستر قرايه الاميتر، يبقى الراجل ده كده انكريز مفيهاش كلام. يبقى انا هستبعد مين؟ استبعد الاي واستبعد السي. حلو، نكمل. نيجي بقى لقرايه الفولتميتر. واحد يقول لي طب الفولتميتر يا مستر اكتبه بيساوي ايه؟ اكتبه اي في الار 2 ولا اكتبه اي في الار 3؟ لو انت فاكر اللي احنا شرحناه في الحصه، خليك دايما مع الحاجه الثابته، الحاجه اللي ما اتغيرتش. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو السويتش ده ما كانش اتفتح، لو ما كانش قصدي اتقفل، لو ما كانش موجود اهي، كان يبقى شكل السيركت بتاعتي عامله كده. مفيش، احنا اتفقنا سويتش مفتوح يعني ايه؟ يعني السلكه مقطوعه. الفولتميتر على الوضع اللي قدامك ده بيساوي ايه؟ مش كده محطوط على الار 2 صح ولا لا؟ يبقى انا كده اقدر اقول ان قرايه الفولتميتر هي عباره عن الاي في الار 2. خد بالك ان الار 2 دايما ايه؟ كفاليو هي كونستنت، دي ما تتغيرش، مفيش عليها ار ومفيش عليها سهم، يبقى دي مش فاريبل، دي ثابته. صح كده ولا لا؟ واحد يقول لي بس انا كده عرفت الاجابه، الاي زادت زي ما اتفقنا يبقى الفي زاد. الاجابه دي يا جماعه غلط، ودي غلطه شطار، دي غلطه واحد شاطر مش غلطه واحد فاشل. تعالى بقى اقول لك الصح عشان الكلام ده اتكلمنا فيه في الحصه ونفتكره ايه مع بعض كده. بص يا حبيبي انت دلوقتي تعالى بس ايه على الوضع اللي انت شايفه قدامك ده، على الوضع اللي انت شايفه قدامك ده، الاي توتال بيطلع منين؟ قلنا بيطلع من البطاريه، بيعدي على الار 1 ثم يعدي على الار 2، ادي كده الاي توتال. دي طبعا ايه؟ ما كانتش نود المفروض يعني. بس
لو السويتش اللي هو الاس اوبند اللي هي اول كيس قبل ما اقفله، الار 2 يا مستر واخده الاي توتال، دي ما فيهاش كلام. طيب اقفل الاس بقى، الاس كلوزد، تعالى كده نشوف اللي هيحصل. الراجل ده اتقفل، الواي بقت نود، الكرنت حضرتك بدل ما كان الاي توتال بيمشي فوق، الكلام ده بقى غلط. الاي بقى يجي عند النود دي وتقسم جزء هنا مثلا نسميه مثلا الاي 2، وجزء هنا نسميه مثلا هنا تحت الاي 3، صح ولا انا غلطان؟ بقى في كونكشن، بقى في تقسيم للكرنت ولا لا؟ يبقى كده في تاني كيس يا مستر الار 2 ما بقتش واخده الاي توتال، بقت واخده ايه؟ بقت واخده بارت من الكرنت. الكلمه دي قلناها الحصه دي مرتين وشرحناها مع بعض وحذرتك انك تتغفل فيها، قلت لك اوعى. يبقى الار 2 في اول كيس واخده التوتال، تاني كيس واخده جزء من الكرنت، ليه؟ لان حصل تقسيم للكرنت. يبقى كده نصيب طن الكرنت ايه اللي حصل له يا شباب؟ طبعا هيكون قل. يبقى الكرنت ده قل والفولتميتر قرايته قلت، ودي صعبه جدا جدا، اكتب على المساله دي، فيري امبورتنت، مهمه قوي 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 قوي، مهمه جدا. طبعا الاجابه هتكون ايه؟ انا عايز قرايه الفولتميتر تقل وقرايه الاميتر هتزيد، قرايه الاميتر هتزيد وقرايه الفولتميتر هتقل، تبقى نمبر بي. السؤال ده مهم قوي 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 قوي. خلاص يا شباب نيجي لسؤال هاي ليفل برضو، هتقول لي مثلا انت الهومر كله هاي ليفل تقريبا، هو فعلا يعني هو انا قلت لك ده اصعب هومر. عايز ايه يا شيبي؟ عايز ايه يا حبيبي؟ بيقول لك which of the following choices describe اللي هيحصل لللايت انتنسيتي بتاعت البلب اللي اسمها بي، قلت لك قبل كده اللي هو مين؟ اللي هو الكرنت. هو عايز يعرف اللي هيحصل للاي ده امتى؟ بيقول لك لو السويتش از كلوزد، هو هيقفل السويتش في حالتين. هنا بيقول لك ان كيس الباتري ليها نون نيجليجبل انترنال ريزيستنس، يعني هنا في ار وهنا نيجليجبل انترنال ريزيستنس، يعني الار سمول بكام؟ بزيرو. يعني مره البطاريه ليها ار ومره ثانيه البطاريه ليها مالهاش ار. طيب تعال نشتغل الاول على اول كيس، ان هنا في ار، الار لا تساوي زيرو. انا هقفل السويتش، همشي على كام ستيب؟ ادي 1 2 3 حلو، ار ايكويفالنت اي توتال، ونشوف بقى الكرنت اللي هو اللي اسمه اي ده. الار ايكويفالنت انت عندك السي اتوصلت ما بين النود دي للنود دي، طبعا لو انت لماح هتاخد بالك ان في كونكشن ايه بارل، حصل تقسيم للكرنت، يبقى كده الار ايكويفالنت قلت ديكريز، الاي توتال هي انكريز. هل ده اللي انا بسال عليه اصلا؟ هل الاي ده هو الانون؟ اقول لك لا. طب دي انهي كيس يا مستر يا حبيب قلبي؟ تعالى نمشيها مع بعض واحده واحده. اشتغل الاول واي كان السويتش ده مفتوح اهو، احكم بنفسك البي واخده انهي كارن، مش كده ده الاي توتال يا ابني؟ اهو اي توتال اي توتال اي توتال اي توتال، صح ولا لا؟ حلو، يبقى كده في حالة الاوبند نكتب نفس الكلام، البي واخدة الاي توتال. طيب نشوف بقى حالة الكلوزد، تعالى كده نشوفها مع بعض. حصل تقسيم للكرنت ولا لا؟ نمسح بس الكلام ده اهو، قفلت السويتش، الكرنت التوتال طلع، لقى نود في النص هيتقسم جزء يمين وجزء شمال، بقى في عندك اليمين بقى اي بس، ما بقاش مين؟ ما بقاش الاي توتال. يبقى انت في حاله الكلوزد البي يا مستر خدت اي بارت. ايه اللي حصل كده للبي؟ البي طبعا اكيد اضاءتها قلت ديكريز، كانت واخده الكرنت كله بعد كده نصيبها من الكرنت قل، بقت واخده جزء من الكرنت ده، فالاضاءه يا شباب الاضاءه قلت. طيب دي اول كيس. واحد يقول لي يا مستر طب في حل تاني؟ في حل تاني؟ هقول لك اه، بس ممكن الحل التاني ده نشرحه بعد كيس 2 اللي هو بقى لو مفيش ار سمول. تعال نسيب الكلام ده كده زي ما هو، ان البي كانت الاول واخده الاي توتال ودلوقتي هتاخد ايه؟ تاخد جزء من الكرنت، يبقى ضايتها قلت، دي متفقين عليها. يبقى انا اول كيس اللي هي في حاله النون نيجليجبل ريزيستنس انا عايزها تكون ايه؟ ديكريز. يبقى اول اجابتين دول مستبعدتين. نخش بقى على الايه؟ على ان مفيش ار سمول، هتعمل ايه برضو؟ برضو احنا متفقين كده كده ان البي دي واخده التوتال كارنت لو السويتش ده مفتوح، انا هقفله خلاص الراجل ده اتقفل. ايه بقى الدنيا هنا؟ انت لسه قايل لي وانا لسه قايل لك ورا، بص كده لو رجعنا ايه شويه لورا، هي نوت النوت يا جدعان بالدرس كله اهي، لو الار سمول بزيرو يبقى اي ريزيستور بارلل مع البطاريه ها
الفولت اللي عليه ثابت، الكارنت اللي رايح له ثابت، والباور اللي بيسحبه ثابت. هي دي النود دي يا جدعان بالدرس كله حرفيا. نرجع لمسألتنا كده، هنا الار سمول تساوي زيرو. قول لي بقى اولا الاي والبي يا شباب طبعا ايه سيريس مع بعض، مين الفولت اللي عليهم اللي ماسك البرانش من اول اكس فوق لحد الواي تحت؟ الفي بي. هل الفي بي بيتغير؟ لا، كده كده الاي والبي ايدنتيكال، يبقى دي عليها نص الفي بي ودي عليها نص الفي بي. واحد يقول لي يا مستر طب ما انت قفلت السويتش، ها بص كده امشي معايا، اول واحده الار ايكويفالنت قل التوصيل بارلل، تاني خطوه الاي توتال زادت، طيب تالت خطوه بقى اللي هو الكرنت اللي دخل لهم، ليه برغم ان الاي توتال زاد الا ان هم فضلوا ساحبين نفس الكرنت؟ لان الفولت ثابت. بمعنى ان حضرتك الاي توتال اللي زاد ده اللي هو جاي من البطاريه، ده الاي توتال اللي زاد، الزياده اللي حصلت دي راحت عشان تنور السي. يبقى عن الاي ده لما انا اقول لك مثلا السي ده سحبت اي، اهو الاي ده بيمثل مين؟ الزياده اللي حصلت للاي توتال عن اول كيس. يعني انا مثلا بص كده معايا، لو انا فرضت فور اكزامبل ان الكارنت اللي طالع من البطاريه ده كان 5 امبير، يبقى اللمبتين دول ساحبين كام؟ ساحبين 5 امبير، ده طبعا رقم كبير بالنسبه للكلام ده، 5 امبير منورين لنا اللمبتين دول مع بعض. طيب الكلام ده امتى؟ الكلام ده قبل ما تقفل السويتش. طيب قمت انا جاي وقافله، ايه اللي حصل؟ اللمبه دي يا مستر محتاجه كام؟ تعال نقول مثلا دي ار ودي ار، يبقى 2 ار في 5 يبقى 10 ار. دي ار واحده عايزه كام عشان يبقى الفولت اليمين قد الفولت الشمال؟ عايزه 10 امبير. يبقى حضرتك الكارنت بتاعك بدل ما كان 5 ينور اللمبتين هيبقى كام؟ هجمع عليه 10، هيبقى الكارنت اللي جاي كام؟ 15 امبير. هو ده عشان كده قلنا ان الاي توتال ماله؟ الاي توتال زاد. الاي توتال زاد، الزياده اللي زادته دي ال 10 دي راحت فين؟ راحت عشان تنور اللمبه اللي اسمها سي. يبقى انا لما اوصل بارلل وما يبقاش في ار سمول الكرنت بيزيد، الكلام ده مظبوط. ليه؟ علشان الحاجه اللي توصلت بارلل زياده دي تسحب كرنت جديد. لكن الحاجه اللي كانت موجوده بارلل مع البطاريه والبطاريه الفولت بتاعها ثابت، عمال اكرر الكلمه، مفيش ار سمول، يبقى اي حاجه بارلل مع الباتري ها الفي بتاعها كونستنت، الفولتج اللي عليها ثابت، والاي اللي بتسحبه برضو يا مستر كونستنت، مفيهاش كلام. مفيهاش كلام. لو انت بقى فاهم الكلام ده اقدر انا ارجع للخطوه اللي ورا واقول لك ازاي ممكن نشرحها بطريقه تانيه، بدل ما كنت بقول ايه؟ ان في حاله الاوبن لو ده يا مستر مفتوح فالكرنت كله داخل يمين هينور البي، يبقى البي واخده الاي توتال كله. في حاله ان هو اتقفل، ده اتقفل بقى في كرنت داخل شمال، فالكرنت بقى اتقسم بقى رايح للبي جزء، فاضاءه البي قلت. في طريقه تانيه ممكن اقولها للكلام ده؟ اقول لك اه، امسح كده معايا الكلام ده وانا اقول لك على الطريقه التانيه، بس تركز معايا عشان هي عنيفه شويه. بص يا حبيب قلبي، ادي كده الوضع بتاعنا، مين الفولت يا مستر اللي موجود ما بين النود دي للنود دي وفي ار سمول موجوده في السيركت؟ يعني انا الار سمول تساوي رقم معرفش بكام. طيب مين بقى الفاليو اللي موجود ما بين الاكس والواي؟ مش الفي بي بقى، هيكون مين؟ الفي تيرمينال. يبقى مجموع الفولت اللي على الاي اللي هو مثلا في 1 زائد الفولت اللي على البي اللي هو الفي 2 عباره عن ايه؟ بص كده الفي 1 زائد الفي 2 هيبقى هو مين يا شباب؟ الفي تيرمينال، مش الفي بي بقى، الفي ايه؟ تيرمينال. يبقى انا اقدر اقول ان الفولت بتاع اللمبه اللي اسمها بي هو عباره عن نص الفي تيرمينال اللي هو بيساوي نص مين؟ نص الفي بي ماينس الاي في ار سمول. تقدر تقول لي ايه اللي حصل هنا عشان اثبت لك ان اضاءه اللمبه قلت بطريقه ثانيه؟ اهو امشي معايا واحده واحده. الفي بي رقم ثابت، الار سمول ثابته، الكرنت اثبتنا في اول المساله ان هو زاد، اهو الكرنت زاد، بعد النيجاتيف زاد يبقى الفولت اللي عليا الفولت اللي على اللمبه اللي اسمها بي ديكريزد. طالما الفولت اللي على اللمبه قل اللي هو الفي 2 ده ديكريزد، يبقى كده اللمبه دي سحبت كرنت اقل، يبقى كده الاي اللي جاي ده ديكريزد قل. وده يا جدعان حل مش اي طالب يحله، ده حل طلبه هاي ليفل جدا 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 جدا. يبقى انت عندك طريقتين تقدر تمشي بيهم السؤال ده وما تتلخبطش. اول طريقه ان البي كانت واخده الكرنت كله ناحيه اليمين، كان الاي توتال بيطلع من البطاريه يخش يمين، وبعدين اللي حصل ان حصل لما ده اتقفل
بقى حصل تقسيم للكرنت، فالكرنت بقى بيتقسم جزء شمال وجزء يمين، فالبي خدت جزء من الكرنت يبقى ناصبها من الكرنت قل. ده كده اول كيس. الكيس التانية لو ما فيش ار سمول، او لو في ار سمول بقى، او الطريقة التانية بقى لو في ار سمول، ان الفولت اللي موجود سواء يمين او الشمال او في اي حتة هو الفي تيرمينال. طالما في ار سمول يبقى الفولتج بتاعي هو الفي تيرمينال. الفي تيرمينال ده اللي هو عبارة عن الفي بي ناقص اي فور، ده ثابت ده ثابت، الاي زد يبقى الفي تيرمينال ال، يبقى الفولت اللي على اللمبه ال، الفي تيرمينال ال يبقى الفولت اللي على اللمبه ال، يبقى كده تسحب كارنت اقل، لان كده كده احنا عارفين من زمان ان الفي والاي مالهم دايركت. الفولت اللي على اللمبه ال يبقى اللمبه سحبت كارنت اقل، يبقى اضاءتها يا شباب قلت. وده سؤال هاي ليفل. السؤال ده على فكره كان في اكسبيرمنتال 2017، كان من اصعب الاسئله اللي الوزاره نزلتها، ما كانش سؤال سهل ابدا ولا هين ابدا. طيب خلونا نكمل. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك بطارية ليها اي ام اف ب 6 فولت، ادي كده مين؟ ده كده الفي بي. انترنال ريزيستنس ادي كده الار سمول، متوصله مع اميتر نيجليجيبل ريزيستنس، كونستنت ريزيستنس اسمها ار. انا بحب الاسئله دي ان انا اروح ارسمها، اتمنى ان انتوا تكونوا بتعملوا زيي. عندي بطاريه الفولت بتاعها كام؟ 6 فولت، الار سمول مش بزيرو لا دي ب 1 اوم، متوصله مع اميتر و ريزيستنس اسمها ار كونستنت، وايه كمان؟ وريوستات يا مستر ان سيريس، يعني هنا في كمان ار في، تعال نسمي الريوستات ار في. نقفل. ادي كده الوصف اللي هو بيقوله. وبعدين بيقول لك لما السلايدر بتاع او السلايدر بشكل عام، هو طبعا ايه الحاجه اللي هنا ليها سلايدر؟ اللي هو الريوستات نفسه. ادجستد على البيجيننج الريوستات، هو الكلمه دي ادجستد على البيجيننج بتاع الريوستات. طبعا دي لو انت مش عارف معناها السؤال طار بصراحه، دي معناها ان الار في لسه بزيرو عند البيجيننج، يبقى انت مش حاطط اصلا الريوستات برقم، مش حاطط له فاليو، مش محدد له ايه فاليو، يبقى هو بصفر. طالما ده مش موجود او ده بزيرو اوم، يبقى لحد دلوقتي مين الار ايكوفلنت بتاعتي؟ هي مفيش الا الار بتاعتنا الجميله دي، صح ولا لا؟ بيقول لي اهو الكرنت بالرقم ده، يبقى انا بقى الاميتر قاري 0.6 امبير. طبعا لو انت كملت السؤال بعد كده بعد كلمه اند دي، لو كملت السؤال طول. ليه؟ لان هنا في انون، لو ما جبتوش مش هتعرف تكمل السؤال اللي هو مين، اكيد اللي هي الار دي. يبقى انا اقوم رايح معوض في قانون الايه، الاي توتال اللي انا حافظه، اي توتال بيساوي ها في بي على الار ايكويفالنت بلس ار سمول. تعال نعوض، الاي توتال بكام؟ 0.6، الفي بي ب 6 على الار ايكويفالنت ما فيش الا الار زائد الار سمول اللي هي ب 1، ما فيش الا الار لان هو قال ان الريستات عند الاول. طبعا 6 على كام يديك 0.6، 6 على ال 10 يبقى الار دي هتلاقيها بكام؟ هتلاقيها ب 9 اوم، يبقى دي كده ب 9 اوم. طيب انا لو كنت كملت المساله بعد اند كنت هتاخد صفر، ليه؟ لانك ما كنتش هتجيب الار. فلما تروح للكيس 2 بقى، لما ريوستات لي يبقى ليه رقم، هتلاقي بقى عندك 2 انون، فمش هتعرف تشتغل. عشان كده قلت لك اوعى تكمل السؤال لاخره قبل ما تطلع جيفن من الحاجات اللي هو مديها لك. طيب نكمل الكيس الثانيه بقى اهو. بيقول لك اند لما السلايدر يتحرك للاند بتاع ريوستات، كده انا جبت اخر الار في. بيقول لك الكرنت بقى كام؟ بقى 0.1. واخد بالك ان الكرنت قل لان الريستات زاد. هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه ورا، اي توتال بيساوي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار سمول. الاي توتال بقى 0.1، الفي بي ب 6، الار ايكويفالنت بقى عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، الار اللي انا اوريدي جايبها بكام؟ ب 9 اوم، والار في اللي انا معرفهاش، صح؟ هعوض، يبقى 9 زائد الار في زائد الار انترنال. ده لما تيجي تحسبه تقريبا الاتحاد هيطلع لك 60، طبعا الار انترنال ب 1، 9 و1 كام؟ 10، 60. يبقى كده الار في لما تيجي تحسبها تطلع لك كام؟ تطلع لك 50 اوم. ويبقى السؤال انتهى، سؤال جميل، بس اهم حاجه انك تطلع الجيفن جزء جزء. لو كملت السؤال لاخره صدقني مش هتعرف تحل. اوكي نخش على اللي بعده. سؤال جميل برده ما فيهاش اي حاجه وتعويض مباشر. بيقول لي لو الانترنال ريزيستنس دي طبعا الار سمول ب 2 اوم، رايت البوز الاميتر والفولتميتر لما اول كيس السويتش اوبن. حد حافظ طريقتي؟ هقوم عامل ايه؟ هقوم شايل البرانش اللي فيه السويتش ده اصلا، خلاص ده كده اوبن سيركت، مش ماشي فيه كهرباء اهو. ده كده يا فندم بقى شكل السيركت بتاعتك، صح ولا لا؟ انت بقى عايز ايه؟ عايز القرايات بقى. طبعا الكرنت كده كده كاي هو ما فيش يا مستر الا في واحد وقرايه واحده، لا اصحى، في بي ب 2 فولت، الار ايكويفالنت ما فيش الا 6 اوم، صح ولا لا؟ يبقى ده ب 6 بلس الار انترنال اللي هي 2، طبعا 2 على 8 يبقى بكوارتر امبير اللي هي 0.25، يبقى واحده من الاثنين دول، يبقى انا هستبعد اخر اثنين.
طيب قرايه الفولتميتر، طبعا الفولتميتر هيبقى اي في الار، الاي بربع، والار بكام؟ ب 6، ربع ال6 6 على سوري الاي بكوارتر، سوري 6 على الاربعه يديني كام؟ يديني 3 على الاثنين يبقى 1.5 فولت. يبقى طبعا تبقى انهي واحده يا شباب؟ تبقى نمبر بي. طيب الكيس الثانيه بقى، السويتش اتقفل، ده خلاص بقى كونكتد بقى موجود. طبعا بقى هنا في نود اسمها اكس، نود هناك اسمها واي، يبقى الستة اللي تحت اكس واي، الستة اللي فوق برضو اكس واي، يبقى ده توصيل طبعا بارلل، يبقى الار ايكويفلنت عباره عن 6 على عددهم، الستة على الاثنين ب 3 اوم. وهمشي نفس الستبس اللي انا عملتها ورا، الاي توتال هيبقى عباره عن الفي بي 2 زائد الار ايكويفلنت ل 3 بلس ار سمول اللي هي ب 2، 2 على 5 يبقى ده عباره عن 0.4 امبير. الفولتميتر طبعا عباره عن الاي في الار، الاي ب 0.4 والار اللي محطوط عليها الفولتميتر فقط ب 6، تطلع بكام؟ تطلع 2.4 فولت. يبقى 2.4، لا في ميستيك في الحسابات تقريبا، 2 على 5، 2 على 5 يبقى 0.4 المفروض. طبعا لو انت ما خدتش بالك من السؤال هتتنح نفس التتنيحة اللي انا تنحتها دي دلوقتي، صح؟ احنا مشينا السؤال بمنتهى السلاسة، الدنيا جميلة وزي الفل ومفيش اي مشاكل، برغم ذلك طلعنا اجابات مش موجودة اصلا في الاختيارات، صح ولا انا غلطان؟ طيب واحد بقى يقول لي ازاي يا مستر، امال الاجابات اللي احنا طلعناها دي ايه الغلط اللي فيها؟ فكر كده الوهلة وقول لي المشكلة فين في السؤال ده، ها؟ عشان الكلام ده او الكيس دي احنا حليناها برضو مع بعض في الحصه، غفلتكم فيها بدل المره مرتين وثلاثه كمان، صح ولا لا؟ طيب انا اقول لك يا سيدي، كيس 1 ارجع تاني كده، السويتش مفتوح، مين الكرنت اللي طالع من البطاريه؟ الاي توتال هيمشي لفوق، لفوق هيمشي، هيعدي على الستة ويعدي على الاميتر، الاميتر قرايته اي توتال، والفولتميتر ده قرايته عباره عن الاي توتال في الستة، طلعت صح، طلعت صح. نيجي هنا يا باشا، ايه اللي حصل يا مستر؟ الاي توتال برضو طلع من البطاريه، بس حضرتك لقى في وشه نود، جزء طلع فوق وجزء نزل تحت، اوبس، يعني حصل تقسيم للكرنت. يبقى ما ينفعش اقول ان الاي توتال هو اللي طلع برضو، ما ينفعش اقول ان البوينت 4 ده هو الاميترز ريدنج، الكلام ده غلط، ده مش قرايه الاميتر، ده الكرنت كله. يعني هنا بص لحد النود اكس 0.4 امبير، طب بعدين الكرنت اتقسم عند النود دي، هيطلع جزء فوق وجزء تحت، وكده كده بما ان الاثنين نفس الستة فالكرنت اتقسم بالتساوي، بوينت 2 فوق وبوينت 2 تحت، يبقى اللي هيعدي على الاميتر هما البوينت 2 اللي هيمشي فوق فقط، يبقى الراجل ده قاري بوينت 2 امبير. وبرده الفولتميتر ده هيساوي ايه؟ مش هيساوي بقى بوينت 4 في 6، يساوي كام يا شباب؟ انا هشطب عليها ومش همسحها، كان ده يساوي بوينت 2 في 6 يديني 1.2 فولت، هي دي الاجابه وهي دي الايه؟ الاجابه. يبقى 0.2 و1.2 هتطلع اجابه نمبر سي. السؤال ده برضو اكتب عليه فيري امبورتنت في التتنيحه اللي انت تنحتها دي، انت هتتنح واحده زيها او ممكن ما تاخدش بالك اصلا وتلبس من السؤال. فخد بالكم يا شباب، خد بالكم، لان لو الاجابات دي كانت موجوده، لو انا اللي عامل لك السؤال ده انا هحط لك الاجابات دي طبعا، لان دي اي طالب بيجيبها، ما حدش بيركز ان تاني كيس هقسم الكرنت هيطلع فوق 0.2 بس من البوينت ايه؟ 4. ركزوا يا شباب، الله يبارك لكم. طيب السؤال اللي بعده سؤال جميل بس بسيمبل فبيضايق الطلبه على طول، عايز يعرف الفولتميتر ريدنج هنا يساوي كام. طبعا لو انت حافظ القانون الجميل بتاعنا ان الفي ده بيساوي الفي بي ناقص الاي في ار، لان هو محطوط على البطاريه، هتلاقي ان هو عايز الفي هنا مش كرقم، ده هو عايزها ان ترمز اوف في، وبيقول لي فوق ان الانترنال ريزيستنس بالرقم ده، يعني ده كده بيساوي الار سمول. ايه ده، يعني ممكن اخد دي واعوض عن الار سمول؟ يعني ممكن اشيل الار سمول دي واكتب كده، ادي في بي ناقص الاي معرفوش في ربع ار. هل ده اللي هو طالبه؟ لا، هو طالب يعرف الفولتج ده اللي هو قرايه الفولتميتر ده في الاخر يطلع كام من الفي بي دي، يبقى انا اكيد محتاج ان انا اعوض عن الاي، صح ولا لا؟ طب الاي بيساوي ايه؟ مش في بي على الار ايكوفلنت زائد الار سمول؟ ادي الفي بي معرفوش، الار ايكوفلنت مفيش الا قرايه زائد الار سمول اللي هي بكام فوق اللي هي بربع ار. طب لما تيجي تحسب 1 ار زائد ربع ار هيطلع لك على الكالكوليتر 5 على 4، يبقى 5 على 4 ار وفوق في في بي. خد يا باشا الكرنت ده طلع عوض بيه معايا هنا، نشوف اللي هيحصل. ادي الفي بيساوي الفي بي معرفوش ناقص الاي بكام؟
في بي على 5 على 4 ار. طبعا تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى الفور تطلع فوق. احسب يا باشا الكلام ده كده مع نفسك. لا استنى اصحى، لسه ما ضربناش في الربع ار الجميله بتاعتنا، يبقى هنا في كمان ربع ار. طبعا لو انت لماح شويه هتاخد بالك ان الربع ار هيطيروا مع الار والاربعه اللي فوق، الار فوق هتطير مع الار تحت، الاربعه هتطير مع الاربعه، هيتبقى لك كام من الكلام ده؟ هيتبقى لي هنا طبعا في بي، ويتبقى لك هنا 1/5 ايه في بي. لما اجي اعمل برضو 1 في بي ناقص 1/5 في بي، اكيد هيديني ايه يا شباب؟ هيديني 4/5 في بي. اوكي سؤال تريكي شوية في حوار ايه، حوار الرموز اللي موجودة فيه، لكن هو ذات نفسه مفهوش حاجة يعني. نيجي للسؤال ده، بيقول لك لو السويتش اتقفل كلوزد، ها ايه اللي هيحصل لمين؟ قراية الاميتر والفولتميتر. الراجل ده هيتقفل، عايز يقفل يحصل الاثنين الامامير دول. كام ستيب؟ 3 ستيبس يا شباب، واحد ينساهم. 1 2 3. ال 1 ار ايكويفالنت، شوف حصلها ايه، 2 الاي توتال، وال 3 هي مين؟ هي قرايه الايه، الاجهزه اللي هو مثلا دي بيساوي. لما انت تقفل السويتش ده وصلت الثلاثه، ما ينفعش اقول توصلت قرايه زياده بالار زادت تبقى عبيط، لا دي توصلت بقى هنا في نود، وبقى هنا في نود، يبقى ده كونكشن بارلل، يبقى الار قلت، توصيل بارلل. الاي طبعا العكس هيزيد. الفولتميتر عندي بيساوي ايه؟ الاي في الثلاثة اوم. طبعا الثلاثة كده كده مش هتتغير، الثلاثة اللي هو محطوط عليها دي، صح ولا لا؟ الاي زاد، يبقى قراية الفولتميتر هتزيد، يبقى كده الاثنين مالهم؟ زاد. بس انت كده للاسف هتاخد صفر، يا ربنا يسترها عليك. اوعى تكون اتغفلت للمرة العشرمية الف، انا تعبت لك اقسم بالله، اقسم بالله تعبت. يا حبيب قلبي امشي السيركت بتاعتك تو كيسز، امشي السيركت تو كيسز. اول كيس لو السويتش بتاعي مستر مفتوح، اهي كده التلاتة دي مش موجودة، دي مش نود. الكرنت هيطلع ازاي يا مستر؟ هيطلع يا مستر في الدايركشن ده، طبعا السلك هنا واصل عادي جدا مفيش اي مشاكل، هيمشي 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 هيمشي. ده هنا بقى الاي توتال، يبقى انا قريت الاميتر في حالة الاوبند، تعال اكتبها للمرة لمية الف. اوبند يبقى الاميتر هيقيس يا شباب، هيقيس الاي توتال. اكيد طبعا متوقعين ان انا هعمل ايه في التاني كيس، والا او ما مش هسيب الفيديو. تاني كيس يا مستر ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتقفل السويتش، دي بقت نود، الكرنت طالع من البطاريه هيتقسم جزء يروح للثلاثه هنا والاميتر، يبقى ده الاميتر بقى واخد بارت، والجزء التاني هينزل هنا وايه ويتجمعوا هنا تاني. يبقى كده في حاله الكلوزد الاميتر يا مستر اري بارت. ها كده ايه اللي حصل لنصيب الاميتر من الكرنت؟ طبعا بدل من بعد ما كنا بياخد كله بقى بياخد جزء، يبقى قرايه الاميتر طبعا ايه قلت، ورغم ان الفولتميتر طبعا قرايته ايه زادت. السؤالين دول يا شباب مهمين قوي 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 قوي، ركز فيهم جدا. خلاص الفكرة دي جت في الثانوية عامة بتاع مرتين تلاتة، حرفين السيركت دي ان الاميتر مرة يقرا جزء ومرة يقرا توتال، الفولتميتر يعدي من قدامه مرة جزء ومرة توتال. ربنا ايه يا رب يحميكوا كده ويوفقكوا ايه في الكلام ده. السيركت اللي بعدها سيركت عنيفة اوي 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 يعني، تعال نفكر فيها ايه مع بعض كده. عايزين نحل يا شباب السيركت دي، بس بايه؟ ممكن نحلها باكتر من طريقة، وفي نفس الوقت هنحلها مع بعض بطريقه كرييتيف شويه كده. بص يا شباب برضو هنا بيقول لحضرتك ان الفاريبل ريزيستنس اللي هي الاس انكريزد قرايه التو فولتميترز في 1 وفي 2، هنمشي على كام خطوه؟ يا رب نكون حفظناهم، ار ايكويفالنت، ثاني خطوه اي توتال، وثالث خطوه مين؟ الفي بي. في بيساوي سواء بقى كان في 1 او كان ايه في 2. طيب الار ايكويفالنت الاستات زاد، ما فكرش، يبقى زادت. الكرنت قل، يبقى هو ده الاستنتاج اللي انا هشتغل بيه، ان الكرنت مال الشباب قل، الاي توتال اللي طالع من البطاريه ده قل. وبعدين نيجي بقى لقراية الفولتميترز، طبعا ال V1 محطوط على ال S يبقى بيساوي ال I في ال S، ال V2 محطوط على ال R يبقى بيساوي ال I في ال R. طبعا لو انت مشيت على هذا الاستنتاج فانت كده ايه للاسف شلتها من قبل ما تكملها. ليه؟ هي مين ال I ده ومين ال I ده؟ اقول كده يعني، هنا هيحصل تقسيم للكرنت، هيدخل مثلا لل S وال R هنا فوق I1، وينزل ال I اللي تحت دي I2، يبقى ده كده I2 في ال R وده كده I1 في ال R.
مين اللي ثابت هنا؟ تعال نشوف لو في حاجه ثابته اصلا. الار دي ثابته، يعني انا لو عرفت الكرنت بس اللي نزل تحت اللي هي الحته دي، ابقى كده عرفت اللي حصل للفي 2. طيب الاس، الاس اوريدي زادت، وانا برضو ما اعرفش الكرنت ده حصل له ايه، هل حصل قل زي توتال ولا مش عارف. طيب هنمشيها ازاي؟ واحدة واحدة هنمشي بقى بطريقة الفي بقى، بما ان الكرنت ايه مش باين زاد ولا قل والكلام ده، فنقدر نمشي بطريقة الفي. ايه هي بقى طريقة الفي دي؟ بص كده، هنا بقى في ار سمول، هنا في ار سمول، هل ينفع اقول ان الفولت هنا ثابت لو اي حاجة بارلل مع البطارية تبقى ثابتة؟ لا. يبقى هنا مين الفولت اللي على البطارية يا شباب؟ انا عايزك بقى تحفظ الطريقة دي، في تيرمينال اللي على البطارية هو الفي تيرمينال اللي هو اوريدي بيزيد ويقل براحته على حسب الفاليو بتاع الكرنت يعني. طيب هل انت مدرك من الشكل كده؟ بس انا عايزك ايه تدرك معايا وتركز معايا في اللي انا هقول ده كويس قوي. هل انت واخد بالك ان مجموع الفي هنا زائد الفي هنا الكلام ده الاتنين مع بعض بيساوي الفي تيرمينال؟ هل انت عارف دي؟ يعني مثلا ده في 1 وده مثلا في 3، اقدر اقول كده بمنتهى البساطة ان الفي تيرمينال بيساوي ايه؟ بيساوي الفي 1 زائد الفي 3، واللي مش عاجبه مش مهم ما يهمنيش. وفي نفس الوقت انا بقى عندي هنا ناحية الشمال نود اسمها زي مثلا اكس، ناحية اليمين هنا فيه نود تانية زي مثلا خليها واي كده. البطارية مع أي حاجة من أول اكس لحد واي فهي بارلل. مين اللي زيها؟ الفي 2 طبعا اللي تحت، هي من أول الايه الواي لحد الاكس. ايه ده يعني انت عايز تقول لي يا مستر ان الفي 2 اللي هو عبارة عن الاي في الار 2 هو هو الفي تيرمينال اللي على البطارية؟ هقول لك اه دي حقيقة. يعني اقدر اشيل الفي تيرمينال ده واكتب مكانه في 2 بمنتهى البساطة؟ اقول لك اه. ليه؟ اهو البوزيتيف اكس اهي، ادي طرف الفي 2 اكس، النيجاتيف واي، ادي كده طرف الفي 2 واي. يعني اقدر اقول بمنتهى البساطة ان الفي تيرمينال هو هو الفي 2. تقدر تقول لي بقى ايه قانون الفي تيرمينال؟ اقول لك بقى ده اللي عبارة عن الفي بي ناقص الاي في الار، صح ولا لا؟ الفي بي رقم كونستنت والار سمول ثابته، الكرنت كده كده ما فيهوش كلام، ده لازم يكون الاي توتال، لازم يكون الاي توتال، الاي توتال قل يبقى الفي ده اللي هو الفي 2 هيزيد. ادي كده ايه اول انون، يبقى كده قرايه الفي 2 هتزيد، الراجل اللي تحت ده هيزيد. ومن الايكويشن اللي احنا لسه مستخدمينها فوق تيجي نعوض؟ تعالى اقول لك نعوض ازاي. كده انا عرفت ان الفي تيرمينال اهو، الفي تيرمينال هو هو الفي 2 بيساوي الفي 1 زائد الفي 3، وعلى فكره دي كنت قلتها لكم في الحصه، قلتها لكم في الحصه. طيب طبق كده الاستنتاج بتاعنا، احنا في 2 ده استنتجنا ان هو بيزيد. حلو حلو. الفي 1 بقى والفي 3 طبعا انت القانون بتاعك هو الفي 1. قبل الكلام ده كله خليني اقول لك بس ايه على كام خطوه كده مرتب بيهم افكارهم. احنا دلوقتي كل اللي استنتجناه ان ال V2 هو هو ال V2، ده عرفناه منين؟ اهو اطراف البطاريه اكس وواي يمين وشمال، يبقى برضو ال V2 يمين وشمال ايه اكس وواي، يبقى كده ال V2 هو هو اللي على البطاريه، يبقى V terminal. واثبتنا اهو من القانون ده ايه ان ال I قل نتيجه ايه؟ ان ال R زادت، فيبقى ال V2 زاد. حلو كده. وعرفنا هنا برضو من الشكل ان ال V1 وال V3 لو جمعناهم هو هو برضو مين؟ ال V terminal اللي هو اوريدي زاد، يبقى كده مجموع ال V1 وال V3 زاد، صح كده ولا لأ؟ حلو قوي. تعالى بقى نمسح الكلام ده ونرتب أفكارنا إيه مع بعض كده واحدة واحدة. ركز في الإيه؟ في اللي أنا هعمله ده دلوقتي حالا. تعالى بس إيه هنكتبها دلوقتي بشكل منظم، نظبط بيه إيه يا شباب أفكارنا. حلو الكلام؟ هو السؤال اصلا عنيف جدا جدا جدا، يعتبر فعلا من اصعب الايه الاسئله اللي موجوده في الشابتر، مش هقول لك في الليسون ده، هو اصعب الاسئله اللي موجوده في الشابتر. طيب تعالى ايه نستيت الحاجات اللي احنا وصلنا لها، ان ال V2 هو هو ال V terminal اللي هو already increased، صح كده ولا لا؟ وعرفنا ان ال V terminal هو عباره عن مجموع ال V1 زائد ال V3، وان الراجل ده كده كده زاد مجموع ال V1 وال V3 اللي هم على ال
طبعا ال V1 اهو اصلا هو ده اللي مطلع عينينا، هو ده الانون. V3 ما نعرفش عنه حاجه. ولو انت مش فاكر افكرك ان الاي توتال اللي طالع من البطاريه ده ماله، اوعى تنسى ان هو زاد، ده تاني ستيب احنا استنتجناها اصلا نتيجه ان الار قلت لما الريستات قل، او الريستات يا ربي زاد، الريستات زاد الار زادت فالكرنت قل، سوري الكرنت هنا قل، انا ذات نفسي اتلخبطت، كرنت قل. طيب يبقى كده مجموع الاي 1 والاي 2 ماله يا شباب؟ قل. يبقى كده برضو الاي توتال هو عباره عن اي 1 زائد اي 2. طيب احنا الاي توتال ماله؟ الاي توتال قل. تقدر تقول لي بما ان الفي 2 ده رايته زادت، الراجل ده زاد، يبقى اكيد الكرنت ده ماله؟ اكيد الكرنت ده زاد، ده كده كده، ما هو الفي 2 عباره عن الاي 2 في الار. طالما الفي 2 زاد والار ثابته، دي ما اتغيرتش، دي مش الار ايكويفلنت، دي ما اتغيرتش، يبقى لازم يكون الكرنت اللي نزل تحت زاد، يبقى لازم الراجل ده يكون زاد. تخيل انت بقى كده معايا ايه اللي حصل. طالما الاي 2 ده زاد ومجموع الاثنين قل، يبقى لازم يكون الاي 1 ده ايه؟ لازم يكون قل اكتر كمان بكتير من اخوه. يبقى كده الاي 1 ده قل، اللي هو الكرنت اللي داخل ايه؟ للاس والار دول. يبقى الراجل ده كده ديكريزد، قل. صح كده ولا لا؟ في اي مشكله؟ طيب تقدر تقول لي ايه اللي حصل للفي 3؟ الفي 3 ده بيساوي ايه؟ هو مش بيساوي الاي 1 ده في الار اللي محطوط عليها؟ بيساوي الاي 1 في الار. هل الار دي ثابته ولا بتتغير؟ دي ثابته. اللي هي الار دي كده كده ثابته. والكرنت اللي هنا ده مين؟ اللي هو الاي 1. ايه اللي حصل للاي 1؟ احنا لسه اثبتنا هو فوقيها بخطوه ان هو قل. يبقى لازم الفي 3 ده يكون ايه؟ يكون قل هو كمان. صح كده ولا لا؟ تقدر بقى ترجع لي الايكويشن دي تاني؟ تقدر ترجع لها كده تاني؟ لو رجعنا لها التوتال بتاعهم الفي تيرمينال زاد، الفي 3 قل، تقدر تقول لي بنفس الطريقه ايه اللي حصل للفي 1 عشان يبقى مجموع الاثنين دول زاد؟ لازم يكون طبعا الفي 1 ماله زاد جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ يبقى كده الفي 1 قل، سوري الفي 1 زاد، والفي 2 احنا برضو قايلين من فوق ان هو ايه؟ زايد. يبقى كده الاثنين زادوا مع بعض تبقى تشويس نمبر سي. طبعا سؤال عنيف جدا 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 جدا، بس عايزك تذاكره واحده واحده وتمشي على الستبس اللي احنا مشينا عليها من الاول. الار ايكويفالنت زادت، ادي كده اول خطوه، الكرنت قل، الخطوه دي مهمه. طب وبعدين عرفنا ان من البارلل ويز، ادي نود يا مستر اسمها اكس، ان النود الناحيه الثانيه اسمها واي، فالبطاريه والفي 2 الاثنين بارلل مع بعض اهو، ما بين الاكس والواي يمين وشمال، مفيش اي حاجه سيريس هنا ولا هنا. يبقى كده الفي 2 هو الفي تيرمينال، وعرفنا من قانون الفي تيرمينال اللي هو بيساوي في بي ناقص الاي في الار، الفي بي ثابته والار سمول ثابته. الاي لسه قايلين ورا اهو، اهو هنا ان هو قل، يبقى كده الفي 2 اللي هو الفي تيرمينال زاد. ادي كده اول خطوه. الخطوه الثانيه اللي بعد كده ان واضح برده ان الاثنين دول البرانش ده، الحته دي كده والحته دي برده مالهم؟ مجموعهم هو الفي تيرمينال. فيبقى الفي تيرمينال عباره عن الفي 1 زائد الفي 3. طيب الفي تيرمينال خلاص عرفنا ان هو زاد. نيجي بقى نعرف، لو عرفنا اللي حصل للفي 3 اقدر اعرف اللي حصل للفي 1. طب الفي 3 بيساوي ايه؟ عباره عن الاي 1 في الاراي اللي تحتيه. وعن طريق تقسيم الكرنت ان التوتال ده هو مجموع الاي 1 والاي 2، التوتال قل والاي اللي نزل تحت زاد عشان يبقى الفولت زاد. يبقى لازم يكون الكرنت اللي فاضل اللي هو الاي 1 قل جدا، اللي هو الكرنت اللي مشي في النص. فلو رجعنا لقانون الفي 3، الاي قل، الفي 3 قل. فلو الفي 3 قل اللي بقى لازم في 1 يكون زاد جدا 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 عشان في الاخر التوتال بتاعهم يكون زاد. سؤال عنيف جدا 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 وخطواته كتيره قوي، بس ملوش حل تاني، هو صعب جدا، ذاكره كويس وايه وسيبها على الله، يعني مفيش كلام تاني. خش على اللي بعده. السؤال ده ان شاء الله هتلاقيه اسهل بكتير ايه من اللي فات بقى، وايه واحده واحده مع بعض. بيقول لك لو الفاليو بتاع الفاريبل ريزيستنس قل، الريستات ده قل، حلو، ادي خطوه 2 3، يا رب اكون حفظت السيكونس بتاعنا. الار ايكويفالنت اكيد قلت معايا، الاي توتال العكس على طول زاد، وبعد كده نكتب قانون الفي 1 بيساوي ايه والفي 2 بيساوي ايه. صح كده ولا انا غلطان؟ اوكي. طيب الفي 1 بقى يساوي ايه والفي 2 هيساوي ايه، ودول هنجيب قرايتهم ازاي؟ ادي يا مستر برضو ايه في السيركت، ادي نود اسمها اكس، نود ثانيه هنا اسمها واي، طبعا دي بدايته ونهايه الفي 2. ولو انت ركزت هتلاقي
دي نوت تانية اللي طبعا اللي هي بتمثل لي ايه قراية ال V1. تعالى مثلا نسميها Z أي حاجة. ال V1 ايه قرايته؟ طبعا من ناحية اليمين أوله هو فوق Y اللي هي بداية ال R، وآخره تحت Z اللي هي برضه نهاية الإيه؟ ال R. يعني أقدر أقول إن ال V1 ده هو هو المنظر ده، محطوط على إيه؟ محطوط على ال R. بس يبقى ال V1 ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ال I في ال R، مفيش أي مشاكل. I في R. طيب ال V2، ال V2 ده على البطارية بقى إيه قانونه؟ يبقى ده VB ماينس I في R، مفيهاش أي مشاكل. ال VB رقم كونستانت وال R سمول رقم كونستانت، حتى ال R التانية دي ال كونستانت دي برضه إيه رقم ثابت. ايه اللي حصل في الكرنت؟ الكرنت زاد، يبقى الفي واحد زاد لان هما الاثنين ايه دايركت. الكرنت هنا لما يزيد وهو بعد النيجاتيف يبقى الدروب زاد، يبقى الفي 2 هيقل. يبقى كده الفي 1 increased، الفي 2 decreased. هو بقى عايز ايه؟ بيقولش which of the following ratios decreases، عايز ريشيو تكون الريشيو دي قلت. طبعا ريشيو ريشيو مثلا حاجه على حاجه، انت عايز الكلام ده يكون قل، يبقى اللي فوق يكون قل واللي تحت يكون زاد. هي ده الريزلت اللي انا عايزه في الاخر، ريشيو تكون بتقل يبقى اللي فوق بيقل معاها واللي تحت عكسها بيزيد، كان دايركت وانفرس مثلا يعني. طيب انا لو انا هعمل الريشيو دي من الانسر اللي عندي، فانا مين الحاجه اللي قلت اللي احطها فوق؟ الفي 2، الفي 2 هو اللي قل احطه فوق، والحاجه اللي زادت اللي احطها تحت طبعا الفي 1. يبقى انا بدور على ايه؟ على في 2 على في 1. موجود موجود، هي دي الانسر، مفيش اي مشكله. طيب اللي بعده نيجي هنا، السؤال ده على فكره متكرر كتير باكتر من شكل وبيجي كتير برضو. الكرنت انتنسيتي اللي ماشي في السيركت في حاله ان الكي از جريتر ذان الكرنت، قصدي اللي ماشي في السيركت في حاله ان الكي كلوزد، الكيس اوف كلوزنج السويتش، يعني والسويتش مقفول الكرنت ماله جريتر ذان الكرنت اللي ماشي والسويتش مفتوح بقى قد ايه بالمقدار ده. طب ما طبيعي ليه؟ طيب طبيعي لان لو السويتش ده مفتوح كده 15 دي مش معايا في البارلل، سويتش اتقفل كده 15 معايا وفي توصيل بارلل، فطبيعي الار هتقل فالكرنت هيزيد. يعني انا اقدر اقول مثلا ان الاي اوبند لو سويتش مفتوح بيساوي كام مثلا؟ بيساوي اي، والاي كلوزد بيساوي اي بس زياده عليه كام؟ نص امبير. واتفقنا لما يقول لي باي يبقى انا بعمل بلس، يبقى بلس 0.5، يبقى زايد عليه بمقدار نص امبير. يبقى انا هكتب النص امبير زائد على الايه؟ على الاي اللي كان موجود معايا في اول كيس. حلو، فعايز يعرف الاي ام اف بكام. طبعا واضح ان انا في السؤال في اتنين انون اللي هو الاي ام اف، الفي بي والاي طبعا. يبقى انا هعمل كام ايكويشن؟ اكيد تو ايكويشن. يبقى انا مره هشتغل في الاوبن ومره هشتغل في الكلوز. طبعا اوبن الار ايكويفالنت بكام؟ مفيش غير ار واحده اصلا اللي هي السبعه ونص، لان في حاله الاوبن يا مستر ده مش موجود، ده كده مش موجود. يبقى انا ما عنديش في السيركت غير مين؟ غير السبعه ونص اللي فوق. طيب والكرنت اسمه اي، يبقى طبعا الفي بي لو انا رحت عوضت في القانون كده بتاع الكرنت، فالاي او ده هنكتبها بصيغه الفي بي، الفي بي هتساوي الاي في الار ايكويفلنت اللي هي سبعه ونص زائد الار سمول اللي هي كام؟ اللي هي واحد ونص. طبعا سبعه ونص واحد ونص يطلعوا كام؟ يطلعوا تسعه. يبقى كده الفي بي بتساوي تسعه اي. ادي كده ايكويشن نمبر 1، فيها اتنين انون طبعا مش هعرف احلها. الايكويشن الثانيه بقى، تعالى بقى نشوف لو السويتش اتقفل. خلاص ارجع الكلام ده زي ما كان. حلو، يبقى انا الار ايكويفالنت بتاعتي بتساوي ايه؟ تساوي طبعا السبعه ونص وال 15 بارلل، برودكت على السمشن يطلع لك 15 على 3 يبقى بكام؟ يبقى 5 اوم. الاي توتال طبعا هو انا قلنا ايه؟ اي زائد نص. هروح برضو اعوض في قانون الفي بي، الفي بي بتساوي الاي توتال اللي هو عباره عن ايه؟ لا ده عباره عن كرنتين، الاي زائد نص في مين بقى؟ في الخمسه اللي هي الار ايكوفلنت زائد الار سمول اللي هي واحد ونص. طبعا دول في بعض يطلعوا كام؟ يطلعوا سته ونص. يبقى اي زائد هاف، كل ما ده مضروب في كام؟ مضروب في 6.5. ادي الفي بي. ادي يا مستر كده ايه؟ تو ايكويشنز التو انونز احلهم بقى ماث، احلهم شيفت سولف، او مش شيفت سولف، احلهم بالايكويشنز على الكالكليتور مود 51 او مود 5 مود 51. اه هتحل لك تو ايكويشن باتنين انون بمنتهى البساطه. او ان انت مثلا ايه لو هحلها ماس، اخد التسعه دي 9 اي ده مكان الفي بي، اروح اعوض بيها هنا، هتبقى هنا 9 اي بيساوي افك البراكت طبعا 6 ونص في اي الاول زائد نص ال 6 ونص كام؟ طبعا 3 3 وربع اللي هي 3.25. هودي بقى ال 6 ونص الناحيه الثانيه بالايه؟ بالماينس. 9 ناقص 6 ونص هيطلع بكام؟ هيطلع لك 2 ونص اي بيساوي الناحيه كام؟ الناحيه الثانيه 2 ده 3 قصدي 0.25.
نودي طبعا ال 2.5 الناحية التانية بالايه؟ بالديفايد. هتلاقي الاي من هنا بكام؟ يطلع لي الاي يا مستر، طلع لي 1.3 امبير. طبعا ده ناخده على طول ونروح ايه نعوض في قانون الفي بي اللي هي 9 اي. اصلا الفي بي عبارة عن 9 اضربها في ال 1.3 تطلع بكام؟ طلعت ب 11.7 فولت، تبقى تشويس نمبر دي. السؤال ده يعني متكرر كتيرة جدا جدا جدا، احيانا بيبقى الانونز اللي عندك هي الفي بي والار سمول، وبيبقى مدي لك الكرنت جيفن. هنا مخلي الكرنت جيفن ومديني الار سمول والفي بي هي كمان انون. ماشي، السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا. السؤال ده يا ريت تكتبوا عليه 2022. ايوه ده حرفيا السؤال اللي جه السنه اللي فاتت، مع اختلاف حاجه واحده بس. بيقول لي ايه في السيركت دي؟ بيقول لك ان قرايه الفولتميتر ده 12 فولت لما السويتش از اوبن. طيب السويتش ده وهو مفتوح الكرنت ماشي فين؟ يعني بص كده، لو احنا حتى مشينا بالطريقه الجميله بتاعتنا ان احنا بنشيل البرانش اللي فيه سويتش مفتوح، هتلاقي نفسك شلت الكلام ده كله. ايه ده؟ فين السيركت؟ مفيش سيركت اصلا. يبقى اول كيس كده عندي كيس 1 كده، ان دي كده عباره عن اوبن سيركت اساسا. يبقى الاي بكام؟ الاي بزيرو. الفولتميتر في الكيس دي اري كام؟ اري 12 فولت. طب ما انا عارف قانون الفولتميتر لما تبقى محطوط على البطاريه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الفي بي ناقص الاي في ار. لو مش حافظها تبقى مشكله. عوض كده عن الاي بزيرو، زيرو في ار بكام؟ بزيرو. يبقى الترم ده كده طار. يبقى كده مين ال 12 فولت؟ طبعا هي الفي بي. يبقى كده لو عايز يوصله لك من اول جيفن ان الفي بي بتساوي 12 فولت. طبعا لو ما عرفتش الكلام ده مشكله كبيره. وبعد كده بيقول لي لما السويتش بقى اتقفل الريدنج بقى ب 9 فولت. ليه بقى؟ لان هيظهر عندك الاي في ار اللي هيعمل لك دروب ب 3، صح ولا لا؟ او وات ايفر بكام. طيب يبقى انا هقوم ارجع تاني السيركت زي ما كانت اهي. خلاص الراجل ده يا مستر لما يتقفل الفولتميتر ده قالي 9 فولت. طب هل معانا الار سمول؟ لا، بس معانا الكرنت. حلو، اول حاجه عايز الانترنال ريزيستنس. طيب انا كده كده القانون الفي تيرمينال اللي هو الفولتميتر اللي عندي عباره عن الفي بي ناقص الاي في ار. الفي تيرمينال في حاله الكلوزد 9، الفي بي ثابته كده كده ب 12 جبناها من اول قانون. الاي قال لي بواحد ونص في الار سمول. طبعا هنجيب الار سمول بمنتهى البساطه، تطلع لي بكام لما تروح تعوض كده؟ تطلع بتي ب 2 اوم، بس مفيش اي مشاكل. يبقى دي كده مستر ب 2 اوم. طيب القانون اللي بعده عايز يعرف الار اللي موجوده دي بكام. طب ما هي الار اللي موجوده دي مفيش غيرها، ما هو عباره عن اي توتال احنا اوريدي حاسبينه في حاله الكلوزد، او هو موجود قصدي 1.5 امبير، والفولتميتر ده اري 9 فولت. بس يبقى الار كده كده عباره عن ايه؟ ما هي عباره عن الفي على الاي. ما انا ما عنديش غير في واحد واي واحد. الفي ب 9 والاي بكام؟ 1.5. تيجي تحسب هيدي لك كام؟ يديك 6 اوم. بس هي دي الفاليو بتاعت الار. السؤال اللي بعده بقى خلاص انا كده معايا الار من السؤال اللي قبليه بكام؟ ب 6 اوم، صح كده ولا لا؟ الار ب 6 اوم. فبيسالك عن الكوندكتيفيتي اللي هي السيجما، بيقول لك ان اللينس ب 6 والكروس سكشنال اريا طبعا مديهاني خد بالك بالسنتي، يبقى انا لو هحولها. طبعا لو انا حافظ قانون السيجما، السيجما ايه بتساوي ال على الار اي. بس الموضوع تعويض مباشر، ال ب 6 متر مظبوط، الار ب 6 طبعا هيكنسلوا بعدها، والاريا كمان ب 0.1 في 10 باور نيجاتيف 4 علشان دي بالسنتي، سنتي سكوير يبقى 10 باور نيجاتيف 4. المهم البتاع ده هيطلع لك تقريبا 10 باور نيجاتيف 5، فوق هتبقى 10 باور كام؟ 10 باور 5 اللي هي تشويس نمبر سي. تعويض مباشر ما فيهاش اي حاجه. اخر قانون في السؤال بيقول لي عايز قرايه الفولتميتر لو الريزيستنس اللي اسمها ار دي ريبليس بانذر اوف 8 اوم. يبقى كده الار دي تعال نشيلها ونكتب مكانها كام؟ نكتب مكانها 8 اوم. وبعدين السويتش كده كده مقفول. طيب كده كده الفولتميتر قرايته في تيرمينال اللي هو بيساوي في بي ماينس اي فار سمول. الفي بي كده كده ثابته معانا من اول السؤال ب 12، الاي في الحاله دي بكام؟ ايه ده ما جبناهوش. طيب الار سمول معانا الاول، تعالى نروح نجيب الاي. الاي توتال بيساوي الفي بي يا مستر على الار ايكويفلنت بلس ار سمول. الفي بي بكام؟ بكده كده ما اتغيرتش ب 12، الار ايكويفلنت ما فيش غير الاراي اللي احنا حطيناها ب 8 بدل الار اللي كانت موجوده.
الار سمول جايبينها من اول السؤال ب 2، طبعا 12 على 10 يدي لك 1.2 امبير. خده بقى واقعد بيه فوق، ادي 1.2 والار سمول دي بكام؟ كانت ب 2. طبعا 12 شيل منها 2.4 هيديني 9.6 فولت. بس هي دي قراية الفولتميتر الايه؟ الجديدة. لما انا غيرت الار فالكرنت بالتالي اتغير ايه؟ اتغير معاه. تمام. السؤال ده السنة اللي فاتت الحاجة الوحيدة اللي هو كان طالبها كان طالب ايه؟ كان طالب الار دي. بس هي دي اللي كانت انون. يعني السؤال ده ايه الفرق ما بينه وما بين الكيس اللي جت السنة اللي فاتت؟ ان السنة اللي فاتت كانش مديني الكرنت، كان مديني الار دي. انت فاهم؟ هو عاكسها. وكان عايز الكرنت، ده كده سؤال السنه اللي فاتت، لكن هنا قام مديني الكرنت وعايز الارضي، عكس الانون. لكن السؤال يا جماعه هو هو، كان سؤال متكرر وسؤال بدرجتين كمان جه السنه اللي فاتت على طول. طيب نيجي لسؤال برضو من اهم الاسئله اللي في الليسون ده، وسؤال تريكي، وده قلت لك ايه الفكره جت قبل كده. طبعا ده مين؟ ده الاي ام اف طبعا، اللي هي الفي بي والار سمول ب2. عايز يعرف قرايه الاميتر مره والسويتش اوبن، مره والسويتش ايه كلوز. كده كده هنقسم الصفحه بالنص، نشتغل مره اوبن ومره كلوز. اوبند وكلوز. طبعا لو انت ايه، لو انت طالب شاطر هتعمل ايه الاول؟ نصيحه مني ليك كده، تكتب قوانين الاجهزه، في 2 بيساوي ايه، في 2 وفي 1 بيساوي ايه. في 1 على البطاريه بقى ايه القانون؟ طبعا في بي ناقص الاي في الار البطاريه. الفي 2 على ريزيستنس يبقى اي في ريزيستنس دي، وات ايفر الفاليو بتاعها بكام. بس كده كده الاميتر اللي هو الكرنت. الاول هنروح نجيب الكيس الاوبن. طبعا الاوبن ده عاملين ايه يا شباب؟ هنشيل الايه البرانش اللي فيه السويتش ده اصلا، شيلناه خالص اهو من السر. كلام جميل جدا. طبعا على الوضع اللي عندك كده الاميتر قايس كرنت الستة والاربعه معاها ايه سيريس، يبقى كده الار ايكويفلنت في اول كيس 4 و6 ب 10 اوم. طيب الاي توتال في الحاله دي الفي بي بكام؟ ب 12 على الار ايكويفلنت ب 10 زائد الار سمول بكام؟ ب 2، يطلع 12 على 12 ب 1 امبير. طيب ده كده قرايه الاميتر في حاله الاوبن. طيب ممكن نجيب بقى قرايه الفي 2 والفي 3 كمان والفي 1 قصدي، يعني الفي 1 ده هنروح نعوض على طول في القانون. الفي 1 في بي بكام؟ ب 12 ناقص اي، الاي بكام؟ ب 1، في الار سمول اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2، 12 تشيل منها 2 يطلع لك 10 فولت. والفي 2 عباره عن الاي في ار، الاي بكام؟ ب 1، والار اللي محطوط عليها ب 4 تطلع 4 فولت. وانا كده جبت الثلاثه الانون، ثلاث اجهزه في حاله الاوبن، وريحت دماغي. حلو، يبقى هنا برضو ادي قرايه الفي 1 في حاله الاوبن ده تبقى بكام؟ تبقى ب 10 او 10، يا ده يا ده، صح كده؟ والفي 2 هتبقى ب 4، يبقى يا اما بي يا اما سي. كلام جميل جدا. نيجي بقى في حاله الكلوز. هقوم شايل طبعا ايه، نشيل الراجل ده كده، السويتش ده مثلا خلاص اتقفل، بقى عندي هنا كونكشن ايه؟ بارلل. يبقى الار ايكويفلنت عباره عن ها 12 في 6 على 12 زائد 6 زائد ايه؟ الاربعه السيريس معاهم، طبعا دول مع بعض يطلعوا 4 و4 و4 يبقى 8 اوم. نيجي نحسب الاي توتال مع بعض كده، هيبقى عباره عن الفي بي 12 على الار ايكويفلنت 8 زائد الار سمول 2، يطلع لك الكرنت ب 1.2 امبير. ولو انت لما هتاخد بالك ان الكرنت زاد لان حصل توصيل بارلل، فالار ايكويفلنت قلت من 10 ل 8، الار قلت فالكرنت زاد. ما علينا. يبقى ده كده يا مستر قرايه الكرنت. طبعا ايه الطالب هيقوم مختار سي، صح كده ولا انا غلطان؟ تمام. 1 امبير في حاله الاوبن، 1.2 في حاله الكلوز. نيجي بقى لقرايه الاجهزه. الفي 1 بيساوي ايه؟ نفس التعويض، في بي 12 ناقص الاي 1.2 في الار سمول اللي هي ب 2، ده هيدي لك 9.6 فولت. تعالى كده نختار اهو، يبقى انا عايز هنا 9.6 و10 اللي هي تبقى تشويس نمبر سي. كلام جميل. نروح نجيب قرايه الفي 2 برضه في حاله الكلوز، ده عباره عن الاي في الار. طيب الاي معايا ب 1.2 والار ب 4، الكلام ده هيدي لك كام؟ هيديني 4.8 فولت. نروح نختاره، تبقى طبعا ايه 4.8 و4 هتبقى تشويس نمبر بي، صح كده ولا انا غلطت؟ صح. بس في اجابه بقى من الثلاثه دول طلعت غلط. ايه هي يا مستر الاجابه دي وليه؟ هي يا مستر تشويس ده، وده اتكلمنا فيها في اكتر من مره في الفيديو ده، ان انا الاميتر مره برضو هتكلم للاخر المره الاخيره. هنا مثلا هقسم الصفحه اهو بالنص او بلاش الاميتر في التو كيسز، في الكيس بتاعت الاوبند والكيس بتاعت الكلوزد. يا حبيب قلبي
opened، شيل معايا كده البرانش ده وقول لي الاميتر هيقرا انهي كارنت. ادي الاي توتال طالع من البوستيف، طالع هيمشي هيمشي هيمشي، ادي كده الاي توتال. يبقى في حاله الاوبند انا قايس الاي توتال. طيب في حاله الكلوزد امسح الكلام ده يا مستر. قفلت السويتش، الكرنت طالع من البوستيف، لا هنا ايه نود، قام متقسم جزء راح لل 12 فوق وجزء راح لل 6، تعالى مثلا نسميه اي 1. يبقى يا مستر في تاني كيس الكلوزد الاميتر قاري بارت من الكرنت. ايه اللي حصل؟ لقرايه الاميتر قلت، لان هو بدل ما كان واخد التوتال بقى واخد جزء. ازاي بقى اقدر احسب الاي 1 ده؟ تقسيم الكرنت بقى، قانون تقسيم الكرنت بتاعنا اللي هو عباره عن ايه؟ نتكل كده مع بعض. ها الاي 1 بيساوي الاي توتال في مين؟ في ال R2 على R1 بلس R2، ونروح نعوض عادي. ال I total طبعا في الحالة دي لو أنت فاكر طلعت بكام في حالة ال closed 1.2؟ أدي 1.2، مين ال R2؟ أنت بتجيب current الستة اللي هو الأميتر، يبقى أنا هكتب ال 12، يبقى 12 على 6 زائد 12، صح كده ولا لأ؟ تيجي تحسب الكلام ده هيديلك 0.8 أمبير، هو ده المفروض الكرنت اللي كنا اخترناه من الأول. يبقى تاني مرة السؤال بيطير مننا عشان تسرع ومش واخدين بالنا. يبقى انا عايز ال 1 و 0.8 امبير، هي دي الاجابه الصح يا شباب، دي الاجابه الصح. وحاول لو انت غلطت خليك في يعني خليك معلم كده جنب السؤال، لان السؤال ده هاي ليفل وجاي قبل كده برضو ايه ثانويه عامه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي لو السويتش كي اس كلوزد، الحمد لله ان هو مقفول، لو طبعا لو مفتوح هتبقى دي سويتش شد اوف، السيركت كلها مفتوحه ويبقى الكرنت بزيرو. بيقول لي الريزيستور اللي اسمه اس ده ادجستد على 5 اوم، يعني الراجل ده كده ب 5 اوم، ده ريوستات باي ذا واي، فهو ظبط على 5. اولا عايز قرايه الفي 1، طبعا الفي 1 كده كده اللي هو مين؟ لو انا برضو شاطر او عامل ايه، الفي 1 بيساوي في بي ناقص اي 4، كتبت القانون بتاع الجهاز صح كده؟ وبرضو كذلك الفي 2، الفي 2 هيساوي ايه؟ هيساوي اي 4 لان هو محطوط على الريزيستنس، محطوط على الريزيستنس اي 4، محطوط على البطاريه يبقى في بي ناقص اي 4. طيب انت في الحالتين كده كده محتاج الكرنت اللي هو اوريدي مش معاك، فلازم نروح الاول نحسب الاي. الاي بيساوي في بي على الار ايكويفالنت ايه بلس ار سمول. نحسب مع بعض الفي بي بكام؟ بال10. ار ايكويفالنت طبعا 1 و5 و5 يبقى 10 زائد 1 يطلع كام؟ يطلع 11. يبقى 10 على 11 يطلع كام يا مستر؟ نحسب كده مع بعض وات ايفر، خليها 10 اوفر 11 عادي جدا. واروح اخد بقى الكرنت ده واروح اعوض هنا في قانون الفي 1. يبقى كده الفي 1 هيساوي الفي بي بكام؟ ب 10 ناقص الاي اللي هو 10 على 11 تايم الايه؟ الار اللي هي ب 1. يطلع كام بقى الفي 1 في الكيس دي؟ طلع لي ب 9 فولت. حلو السؤال اللي بعده عايز بقى قرايه الفي 2، اتفقنا برضو الفي 2 عباره عن الاي في الار، الاي كان ب 10 على 11 والار اللي محطوط عليها بكام؟ ب 5، تطلع طبعا 50 على 11 اللي هي كام 50 على 11؟ طلعت ب 4.5 اللي هي 4 ابروكسيميتلي 4 فولت. طيب وبعدين بيقول لي لو الاس انكريزز ايه اللي هيحصل لقرايه الفي 1؟ طبعا ده سؤال ايه على قديمه، يبقى ادي خطوه 2 3، اول خطوه الار ايكويفالنت، ثاني خطوه الاي توتال، ثالث خطوه اقوم كاتب قانون الفي 1 اللي هو بيقول عليه ده. الار زادت يبقى الار ايكويفالنت كلها زادت، الاي توتال قل، نطبق على القانون طبعا الفي 1 على البطاريه يبقى في بي ناقص اي في ار البطاريه. الراجل ده ثابت، خطوات يا جماعه عملناها مليون مره في الفيديو. الاي قل بعد النيجاتيف يبقى الفي 1 زاد. طب الفي 2؟ طبعا الفي 2 ايه قانونه؟ عباره عن اي في الار اللي هو محطوط عليها، هو طبعا محطوط على ايه 5 اوم مش هتتغير. الاي لسه قايلين ورا زاد، يبقى الفي 2 زاد معاه عادي جدا لان الاثنين ايه دايركت. نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري 2 اوم، خلاص ادي كده الار سمول بتاعتنا. ريدنج الفولتميتر لو السويتش از اوبند بيساوي 12 فولت. برضو تعالى نروح نشوف السويتش، بص كده السويتش سيريس مع البطاريه، الراجل ده لو اتفتح كده بقت ايه؟ بقت اوبن سيركت. طيب في حاله الاوبن سيركت قلنا مليون مره الاي بكام؟ الاي بزيرو. الفولتميتر على البطاريه يبقى ايه قانونه؟ ادي الفي يساوي الفي بي ناقص الاي في ار سمول. هتحط الاي بزيرو كده بقى قايس مين؟ قايس الفي بي. طب ما هو قايل لي ان هو قايس 12، يبقى كده يقصد يقول لحضرتك ان الفي بي بكام؟ ب 12 فولت.
ادي كده اول جيفن لازم اجيبه من قبل ما اكمل السؤال. وبعدين بعد كده بيقول لي لو سويتش كلوزد، ده بقى كيس 2 بقى، خلاص هيقفل السويتش ده، شيل الكلام ده، السويتش ده اتقفل. في الحالة دي هيقرا 10 فولت. حلو، طبعا لازم نحسب الار ايكويفالنت بتاعت الايه، بتاعت الليله اللي فوق دي كلها. اولا دول ارتين اهو متوصلين ايه سيريز بكام، ب2 ار، وفي زيهم تحت برضو ب2 ار. طبعا 2 ار و2 ار وار كلهم برل، يبقى الاول هاخد 2 ار على عددهم، 2 ار على الاثنين بكام، بقرايه. هتبقى لك القرايه دي والقرايه الثانيه برضو هاخدهم على عددهم، يبقى الار ايكويفالنت هتساوي ايه، هتساوي قرايه على الاثنين بس. طيب نيجي بقى، انا كده خلاص عرفت الفي بي ب12 فولت، وقال لي ان الفولتميتر بكام، قيس 10 فولت ومديني الار سمول. طيب الاي توتال يا مستر هيساوي الفي بي اللي هي بكام، ب12 على الار ايكويفالنت اللي هي ار على الاثنين بلس الار سمول اللي هي بكام، اللي هي ب2. ادي كده الايكويشن دي فيها كام انون، طبعا فيها 2 اللي هو الاي توتال والقرايه. طب لو رحنا عوضنا في قانون الفي تيرمينال بيساوي في بي ناقص اي فار سمول، تعالى كده نعوض مع بعض. الفي تيرمينال بكام؟ قايس في الحاله، في حاله الكلوزد قايس 10، نعوض بال 10. الفي بي ب12، الاي معرفوش والار سمول بكام؟ ب2. طبعا لو رحت عوضت هنا هتجيب مين على طول؟ هنجيب الاي بكام يا شباب؟ هنجيب الاي ب1 امبير. 1 امبير. لو انا خدت ال1 امبير ده بقى وعوضت في قانون الاي نفسه هجيب مين؟ طبعا هتجيب الار اسمه الار دي، مش هتلاقي فيه قانون غيرها اساسا، وكده كده لازم يسالك عنها اهي. تاني سؤال بيسالك على الار على طول. خلاص انا كان معايا ان الاي توتال بيساوي الفي بي اللي هي ب12 على الار ايكويفالنت اللي هي ار على الاثنين زائد الار سمول اللي هي ب2. الراجل ده لقيناه ب1، 12 على كام يديك 1؟ 12 على 12، يبقى الكلام ده ب10، يبقى الار على الاثنين بيساوي 10. طبعا لو عملت كروس هتلاقي القرايه دي بكام؟ ب20 اوم. ادي القرايه ب20 اوم. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، عايز يعرف الار سمول بكام كاريليشن، يعني مش عايزها برقم. كده كده برضو انت هتروح تعمل ايه، هتعوض في القانون الاول الفولتميتر. طبعا الفولتميتر ايه قانونه حفظناه، في بي ناقص اي فار سمول. حلو، ايه هنا السيمبل اللي انت عايز تخلص منه اساسا؟ الاول خلي الار في طرف لوحدها، هبعت الفي بي الناحيه الثانيه بالايه، بالماينس. يبقى كده لحد دلوقتي نيجاتيف اي في ار بيساوي في ناقص في بي. مستر لو عايز اخلص من النيجاتيف هتضرب الايكويشن كلها في نيجاتيف، فده هيطير ده يخليه بالبوزيتيف، بس ده هيبقى بالنيجاتيف، انت فاهم؟ هعكس الاشارات كلها. يبقى كده الاي في الار سمول بتساوي الفي بي ماينس في. حلو قوي. تاني عايز اخلص من ايه دلوقتي؟ عايز اخلص بقى من الاي ده، يبقى انا هخلي الار سمول هنا وادي الاي ناحيه تانيه بالايه؟ بالديفايدد. يبقى الكلام ده هيساوي الفي بي ناقص في على اي. هل انت عارف الاي بكام؟ طب ما تيجي نروح نجيبها. الاي ده هيساوي ايه؟ هيساوي يا مستر الفي بي، ممكن نقول بيساوي الفي على الار على طول تفهمني. هل انت واخد بالك ان الفي مثلا من اول نقطه اكس لحد نقطه واي هو اري فولت البطاريه زائد ان هو اري الفولت اللي على الار من بره؟ يعني الفولتميتر ده كانه ليرلي حطيته هنا كده. يبقى انا كده اقدر اقول برضو ان الاي ده بيساوي في على ار، يعني ممكن اشيله واعوض عنه هنا بالشكل ده اهو. كده بقى في بي ناقص في، وتحت هكتب في على ار. طبعا الار هتطلع لفوق، هيتبقى لك ان الكلام ده ادي في بي ناقص في، وبره تحت هنا في في، وفوق في ايه يا شباب؟ كل ده مضروب في مين؟ في الار. طيب هل انا قربت من اي اجابه هنا؟ طبعا قربت. هي مين؟ طبعا هي تبقى اجابه نمبر سي. سؤال يعني نقدر نقول ان هو غلس في السيمبلز اللي فيه. انا عارف. خش على اللي بعده. طبعا السؤال ده مشهور جدا ومهم جدا، هو عايز ايه؟ عايز ريشيو الانترنال ريزيستنسز على ايه، على بعضهم. الجراف ده يا جماعه من اشهر جرافات شابتر 1، لازم اكون عارف ان الستوب اللي فيه على طول بيساوي نيجاتيف الار سمول. يعني حضرتك لما تجيب سلوب اللاين اللي اسمه اكس يبقى هو بيساوي نيجاتيف الار اكس، سلوب واي يبقى نيجاتيف الار واي، صح ولا لا؟ يبقى انا عامل كده بمنتهى البساطه، ار اكس على ار واي هيساوي طبعا نيجاتيف سلوب اكس على نيجاتيف السلوب بتاع واي. كده كده النيجاتيف هيعملوا ايه ببعض؟ هيكنسلوا بعض. يبقى كانك بتجيب السلوب اكس على سلوب واي بمنتهى البساطه. طبعا هو المفروض السلوب عباره عن التان الانجل الاكسترنالي دي، مش الزاويه اللي جوه،
يعني المفروض يعني مثلا لما اقول لك السلوب بتاع اكس ما ينفعش تقول لي 10 30، المفروض الصح لا انت هتقول لي 10 باقي ال 180 اللي هي تطلع كام؟ اللي هي 150. طيب ايه الفرق؟ هفهمك. 10 30 هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك روت 3 على ايه؟ على 2. هيطلع لك روت 3 على 3 اللي هي 1 على روت 3 يعني. 10 150 ده انجل ابسوليوت اوبتيوس، ده هيطلع لك نيجاتيف روت 3 على 3. هتفرق ايه؟ هتفرق في الاشاره، وزي ما اتفقنا انت هنا بتعوض في ريشيو، كده كده النيجاتيف مع النيجاتيف هيكنسلوا بعض. يعني انت عايز تقول يا مستر، عايز اقول لك ان انت هنا عادي جدا لما تشتغل بالانجل اللي جوه، بس الصح ان انا اشتغل بالانجل اللي بره، انت فاهمني؟ يعني انا هنا عادي ان انا اقول له ان سلوب اكس هيبقى تان 30 تطلع صح عادي، سلوب واي هتاخد برضه الزاويه من جوه اللي هي تان كام؟ اللي هي تان 60 هتطلع صح، هتطلع صح بنسبه 100%. ليه؟ لان فوق بالنيجاتيف وتحت بالنيجاتيف هيطيروا ايه بعض، مفيش اي مشاكل. طيب ان الكلام ده هيطلع كام؟ هيطلع 1 على 3، بس خلينا نتاكد. 10 30 على 10 10 30 على 10 60 هيطلع كام يا مستر؟ مش عايز تطلع، طلع لي فعلا زي ما قلنا ايه 1 على ايه؟ 1 على 3. تمام مفيش اي مشاكل. نيجي لاخر سؤال معانا، بيقول لي في السيركت دي عايز يعرف ماجنتيود الالكتروموتيف فورس، طبعا اللي هي مين؟ اللي هي الفي بي الاي ام اف، ومديني هنا في فولت ميتر قايس 20 فولت. طيب والار سمول معانا بنص، حلو قوي. طيب حد فاكر قانون الفي بي؟ واحد بص كده ايه طالب شاطر كده يقول لك الفي بي بتساوي الاي توتال في مين؟ في الار ايكويفالنت زائد ار سمول. اقول له انت معاك حق، بس الار سمول كل الكلام ده انون معرفوش صح ولا لا، والاي توتال برضه معرفوش. السؤال ده انا هحله معاكم بطريقتين، حلو الكلام؟ هنحله الاول بطريقتين، انا الاول ان انا اجرب اجيب الاي واعوض هنا ونشوف اللي هيحصل. الاي توتال معايا هيساوي ايه؟ ما تروحش تعوض هنا تقوليش في بي على ار ايكويفالنت، ليه؟ لان هو نفس القانون، خليك ذكي. انت عندك قرايه اهي عندها في، اشتغل هنا، اشتغل هنا، تعالى كده نجيبها. هتبقى يا مستر عباره عن ال 20 فولت على كام ار؟ على 2 ار. طبعا لو عوضت كده على الاله 20 على الاثنين هديك 10، يبقى الكرنت ب 10، ما تقوليش 10 ار، الار تحت يبقى 10 على ار. خد ده بقى وعوض بيه فوق، تعالى كده لو عوضنا الفي بي هتساوي الاي بكام؟ قلنا 10 على ار. نيجي بقى الار ايكويفالنت عباره عن ايه؟ طبعا ار وار هنا بارلل، يبقى ار على الاثنين اللي هي نص ار. نص ار و2 يبقى 2 ونص، يبقى ده كده عباره عن 2.5 ار، والار سمول لوحدها بنص كمان، يبقى دي كمان نص ار. طبعا التلاتة دول مع بعض او كل ده عبارة عن 3 ار، الار هتكنسل الار هيبقى 3 في 10 يطلع كام؟ يطلع 30 فولت. بس ادي كده فعلا الفي بي دي كده جبناها بايه؟ بطريقة السيمبل عادي جدا، عوضت بسيمبل في القانونين مفيش اي مشاكل. في طريقة تانية يا مستر؟ اقول لك اه في طريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية دي؟ طيب ركز معايا، الاول احنا عندنا هنا اتفقنا ان الجزء ده بنص ار، والانترنال ريزيستنس نفسها كمان بنص ار، لو جمعنا الاثنين على بعض هيطلع كام؟ هيطلع قرايه صح ولا لا؟ الكلام ده كله طلع بيساوي قرايه اللي هي الار سمول والجزء البارلل ده، كل ده مع بعضه بقرايه. طيب خدها بقى بطريقه الريشيو، خدها بطريقه الريشيو. طالما الاثنين ار واخدين 20 فولت اهو، ده الجزء ده الاثنين ار هنا واخدين ايه؟ 20 فولت، يبقى القرايه اللي هي اللي باقيه من السيركت اللي هي عباره عن الار سمول والقرايات الاكسترنال دي هتاخد كام؟ هتاخد باقي 10 صح ولا لا؟ 2 واخدين 20 يبقى الواحده تاخد 10، يبقى اكيد الفي بي مجموع الايه؟ الاثنين. ده بقى للطلبه اللماحه، الطلبه البيرفكت ماشي. يبقى 2 ار عليهم 20 فولت، لو جمعت بقيه الارات اللي موجوده في السيركت كلها في نص ار جوه البطاريه ونص بره اجمعهم هيطلع قرايه، يبقى اكيد القرايه دي تاخد كام؟ 10. الفي بي هيبقى مجموع كله 20 وال10. بس دي ايه الطريقه الثانيه. وبكده نكون خلصنا يعني فيديو في اصعب اسئله تقريبا في شابتر 1، ده حقيقي يا جماعه الفيديو ده فيه اسئله صعبه جدا جدا جدا، مش سهله، محتاجه مذاكره، مش مجرد واحد بيقرا السؤال كده ايه عشان يقلب ويخش على اللي بعده، لا فعلا الاسئله دي محتاجه انك تذاكرها، مش مجرد بتحلها ايه وتقلب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون بجد ساعدكم. لازم بعد الفيديو ده اكيد في اسئله تقف معاكم، يا ريت ترجعوا لي فيها سواء على الواتساب او في السنتر قبل الحصه او بعد الحصه، ان شاء الله نكون تحت امركم متواجدين.
اهتم بجد في شابتر 1 في الفتره دي، لان دي ايه يعني الحصه دي يا شباب والحصه اللي قبليها هم يعتبروا اتقل حصتين في الشابتر كلهم، وزي ما انت شفت هو فعلا اصعب واجبين، الواجب ده والواجب اللي قبليه. لكن قبل كده كانت الدنيا اسهل شويه، بعد كده الدنيا هتبقى اسهل برضو، يعني الدرس اللي بعد ده اسهل بكتير قوي ايه من ده. فاهتم قوي بالدرس ده وبكل الاسئله اللي فيه، واهتم بالاسئله بتاعت الدرس اللي قبليه، وان شاء الله اللي جاي هتلاقوه اسهل بكتير جدا، وهتلاقي نفسك اتعودت عليه وايدك ماشيه فيه ايه اكتر. وفي النهايه يعني ايه احب ان انا اشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.